لأي فريق يأتي إلى هنا ليلعب تقريبا 200% من مستواه، ولذلك فإنه نشوف مباريات يظهر فيها فريق مثل الفتح يفرض التعادل على النصر ويقاتل في التعاون للحصول على نتيجة إيجابية في هذه المباراة. كرة تصل على جهة اليسار، محاولة بناء هجمة لمصلحة سكر القصيم، الذئاب، الولفز، النتائج الجيدة، تعاون في السنوات القليلة الماضية، تغير كلي عما كان عليه لسنوات طويلة في تاريخ على مستوى دوري كرة القدم السعودي بمختلف مسمياته وأنظمته، لأن التعاون كان لسنوات طويلة بين صعود وهبوط دون أن يتمكن من تثبيت أقدامه في الدوري الممتاز. هذا حدث لسنوات عديدة، لكن الفترة الأخيرة طفرة كبيرة في التعاون جعلت منه فريق منافس وفريق شرس وفريق بإمكانيات رهيبة وفريق يقاتل على كل البطولات ويفوز بكأس الملك وهو حدث تاريخي على مستوى النادي، ثم بعد ذلك يصل إلى أدوار إقصائية من دوري أبطال آسيا، وهذا أيضا حدث مهم في تاريخي السكر القصيم أو الذئاب الولفز نادي التعاون. كرة تصل إلى رمية جانبية لمصلحة التعاون، طالت على سامي النجعي اللي عاد بسلام في اللقطة الماضية بعد أن تعرض لإصابة. سامي مهم جدا في المنظومة التكتيكية لتشكيلة رودي غارسيا. 25 لقاء بين الفريقين، 16 فوز نصراوي مقابل 5 انتصارات للتعاون وأربع مباريات انتهت بالتعادل، لكن لم يخسر النصر جميع مباريات 12 اللي قابل فيها التعاون إذا تعلق الأمر في المباريات اللي تلعب في الرياض. في 12 مباراة كان 11 فوز نصراوي مقابل مباراة واحدة انتهت بالتعادل. في المقابل فإن التعاون فاز في مباراة الذهاب بين الفريقين، ولم يسبق للتعاون أن فاز على النصر في مباراتي الذهاب والعودة على مدار تاريخه في دوري. رودي غارسيا، رونالدو يحاول المرور، تغطية وتدخل في وسط الميدان، لمسات بين عناصر التعاون، الاعتماد على دكة البدلاء في قائمة رودي غارسيا. طويلة الكرة بعيدة في الأخير إلى رمية جانبية. لمسة على جهة اليسار، محاولة باتجاه كونان، كرة تمريرة لكن فيها تغطية وتدخل، وبعدها دفاع كانت من نالدو، وفي الأخير إلى رمية جانبية. رمية جانبية قائد الفريق كريستيانو رونالدو، أول سوبر هاتريك سجله في هذا الموسم كان في مباراة الوحدة، أسرع سوبر هاتريك في تاريخ الدوري سجل كريستيانو رونالدو في مباراة الوحدة، 4 أهداف في 61 دقيقة بالنسبة لصاروخ ماديرا. محاولة مرور، تغطية وتدخل إلى كونان، عودة إلى مادو، للوراء عند العمري عبد الإله، تمريرة الرد مرة أخرى إلى عبد الله مادو، بناء هجمة نصراوية، تغطية وتدخل من جانب تاومبا، والكرة بعد ذلك إلى رمية جانبية لمصلحة فريق النصر. أمامنا شاموسكا، وشاموسكا المدرب المعروف، وشاموسكا اللي تنقل بين العديد من الأندية على مستوى دوري كرة القدم السعودي. كرة تصل مرة أخرى إلى تاومبا، تغيير اتجاه اللاعب طويلة، لكن التغطية بعد ذلك من جانب السلطان غنام. نالدو مرة أخرى على جهة اليسار، رشيد يحاول لمصلحة التعاون، والتغطية من جانب السلطان غنام، محاولة مرور، تمريرة بعد ذلك فيها تغطية تصل إلى أيمن يحيى. أيمن يحيى بعودة للعمري، سلطان غنام في جهة اليمين، تمريرة الرد مع الحسن السلطاني يبحث عن حلول، كرة تصل بعد ذلك العائد الوراء كريستيانو رونالدو إلى سلطان غنام، كرة في الخلف عند عبد الإله، لويس جوستافو، لمسة أمامية لكنها بدون تركيز من جانب عبد الإله العمري، أقرب لمصلحة فهد الرشيدي، وبعد ذلك إلى حسن كادش. البناء من الخلف، محاولة السيطرة على مجريات اللعب في هذه المباراة. كاكو تمريرة لكن فيها تغطية وتدخل، أقرب بعد ذلك لمصلحة عبد الإله العمري، تغطية وخطأ يحتسب حكم المباراة لمصلحة التعاون في هذه اللقطة.
خطأ لمصلحة التعاون على عبد الإله العمري. وأسف على علي الحسن في اللقطة الماضية أمام كاكو. الكرة الأخيرة لمصلحة التعاون، وبعد ذلك حكم اللقاء أشار إلى احتساب خطأ. فيصل البلوي حكم هذه المباراة، يساعد محمد العبكري وعادل شرحيلي وسلطان عكيري كحكم رابع، بينما عبد الله الشهري حكم فيديو يساعد النداء ويساعد أيضا ياسر السلطان في غرفة الفيديو لهذه المباراة. البناء لمصلحة بيدران، التغطية أمام أكثر من لاعب وخطأ لمصلحة التعاون. الفارو بيدران يملك إمكانيات كبيرة جدا، نجم سابق في ريال مدريد، تزامل مع كريستيانو رونالدو في فترة مع ريال مدريد، وفاز معه أيضا ببطولة كانت بطولة كأس العالم للأندية في 2014. لمسة للوراء، بناء هجمة لمصلحة علي الحسن، محاولة بناء للنصر، البحث عن حلول من جانب علي الحسن، تمريرة على جهة اليمين تصل إلى أيمن يحيى، نصراوية بعد 14 دقيقة، كرة بينية لكنها سهلة إلى حسن كادش. سهلة اللقطة إلى حسن كادش. مهديوي لمسة أمامية صعبة على سعد الناصر، سعد هلويس جوسافو إلى علي الحسن، مجموعة من التمريرات. الدقائق الأولى، الربع ساعة الأولى في أحداث هذه المباراة تقريبا صفر مقابل صفر، لكن في أي لحظة يمكن أن تشاهد أو تكون إثارة أكبر في الدقائق القادمة من أحداث هذه المباراة. كرة من جانب 16 ولكنها سهلة في يد حارس المرمى مايلسون. لمسة في وسط الميدان، لم يخسر النصر في آخر 14 مباراة على مستوى الدوري، هذه أطول سلسلة للفريق بدون هزيمة في الدوري، آخر خسارة كان ضد التعاون بالذات في سبتمبر الماضي. الباراغواياني كاكو، لمسة إلى ميدران طويلة، تغيير اتجاه اللاعب في أقصى اليسار لكنها أقرب إلى سلطان غنام. أيمن يحيى في كرة لكن فيها تغطية، سعد أيمن يحيى مرة أخرى يحاول تمرير كرة لكن فيها تغطية من جانب مهديوي. اليسار إلى كونان، النصر يتحرك، كريستيانو في جهة اليسار، رونالدو يبحث عن حلول، رونالدو أمام تغطية وتدخل من جانب الدفاع، وبعد ذلك إلى كونان، كونان يحاول يمر، كونان أمام تغطية، وبعد ذلك خطأ يحتسب حكم المباراة لمصلحة التعاون. تدخل في اللقطة الماضية وخطأ لمصلحة محمد الغامدي اللي عليه دور كبير، عبء كبير اليوم في مباراة الليلة بالنسبة للغامدي بسبب القوة في الجبهة اليسرى النصراوية. أخطر كورة في هذه المباراة كانت تسديدة كريستيانو رونالدو اللي اعتلت العارضة، كانت في منتهى الخطورة اللقطة الماضية. تصل كرة إلى الرشيدي، لمسة إلى حسن كادش، فرصة وحيدة تقريبا في هذه المباراة حتى الآن، تغيير اتجاه اللاعب أقصى الجهات اليمنى. غامدي يحاول بناء هجمة التعاون، لمسة لكنها بدون تركيز. العودة للوراء باتجاه مادو، العقيدي طويلة كرتها بدون تركيز، استعادها التعاون مرة أخرى. الولفز في الهجوم عن طريق كاكو يحاول بناء هجمة، أفضل صانع أهداف في الدوري حتى الآن، 8 أهداف صنعها نجم الباراغواياني مع الولفز في بطولة الدوري. كرة لرمية جانبية، سعد الناصر، سعد الناصر بعودة للوراء عند أشرف مهديوي، تغطية وتدخل وبعد ذلك إلى رمية جانبية. الجناح الأيمن سعد الناصر في قائمة شاموسكا، طويلة الكرة باتجاه تاومبا، تحت ضغط أكثر من لاعب يحافظ على كرته، بعد ذلك لمصلحة التعاون تغيير اتجاه اللاعب في أقصى اليسار لسليمان هزازي، يصل كرة يحاول مرور، كرة بدال إنها طارت بالفعل إلى رمية جانبية للنصر. كرة طارت في اللقطة الماضية على سليمان هزازي وبعد ذلك تحولت إلى رمية جانبية. رودي غارسيا يعلم أنها مباراة صعبة أمام الفريق اللي خسر ضده في الجولة الثانية من بطولة الدوري، ويعلم أنه القمة بدأت أكثر إثارة في هذه الفترة مع صدارة اتحادية في هذا التوقيت الآن ب40 نقطة، طبعا بنفس النصيب بالنسبة للشباب و37 نقطة للنصر. طويلة الكرة، محاولة باتجاه غريب، يصل كرة غريب، مر غريب بكرة، خطفها بروعة كبيرة وأنهاها بشكل جميل. الله اللقطة، غريب يا عيني غريب، النصر يتقدم بالهدف الأول بعد تمريرة في منتهى الروعة ونهاية ولاد
أجمل ولا أروع بجانب عبد الرحمن غريب. يسجل النصر الهدف الأول في هذه الأمسية بعد 17 دقيقة لعب في ملعب مرسول مارك، وبعد تمريرة من جانب سامي النجعي ضرب دفاع التعاون مرة بروعة أمام الغامدي وحطها بشكل جميل. عبد الرحمن غريب بدأ يلمع أكثر، غريب يتألق أكثر في هذه الفترة، غريب لمسة ساحرة جميلة من الفنان عبد الرحمن. وبعد ذلك النصر يتقدم في النتيجة بالهدف الأول في هذه الأمسية لزملاء كريستيانو رونالدو، هدف أول لمصاعة العالمي. بعد دقائق أولى شهدت فرصة واحدة لكريستيانو رونالدو، وبعد ذلك تمكن عبد الرحمن غريب من الوصول إلى شباك التعاون. 18 دقيقة كانت كافية لفريق رودي غارسيا أن يسجل هدف الأول في هذه الأمسية لمصلحة النصر. العالم يتقدم في النتيجة 1-0، والآن خذلك مباراة أكثر إثارة، أكثر تشويق وأكثر متعة في دقائقها القادمة من أجل ردة فعل للتعاون ومن أجل البحث عن تأمين النتيجة للنصر. الكرة على جهة اليمين، النصر يحاول أمام كونان، النصر يبحث عن التمريرة للكرة للوراء، محاولة لمصاعته كاكو، بينية تمريرة تصل بعد ذلك إلى مدران، مدران يحاول، مدران تغطية وتدخل من جانبية الحسن، لمسة مرتدة سريعة مصراوية إلى غريب، كريستيانو رونالدو على جهة اليمين، غريب يحاول مرور، عبد الرحمن يبحث عن التمرير، تأخر وبعد ذلك لازال يحافظ على كورته، ما زال تسديدة والكرة مرت بمحاذاة القائم. حلوة اللقطة الماضية جميلة لمصاعته علي الحسن بعد تسديدة من خارج المنطقة، ومجهود كبير جدا من عبد الرحمن غريب في الكورة الأخيرة النصراوية اللي مرت بمحاذاة القائم. فرصة في منتهى الخطورة لمصلحة النصر عن طريق علي الحسن، النصر أكثر تهديد والأكثر خطورة في هذه المباراة. الكرة اللي سجل من خلالها حضور كبير، أو الدقائق اللي سجل من خلالها حضور كبير بالنسبة لعبد الرحمن غريب على مستوى الهجوم. تمريرة باتجاه مادو، يحاول التقدم للأمام، تسديدة قوية لكنها في يد الحارس. حلوة اللقطة الماضية، النصر يهاجم بكل قوة من كل الاتجاهات، تعاون تحت ضغط كبير بعد هذه الدقائق المرتبك فيها التعاون بعد أن تلقى الهدف الأول في هذه المباراة. لمسة أمامية باتجاه كاكو على جهة اليسار، محاولة إلى فهد الرشيدي، فهد الرشيدي تمريرة باتجاه تاومبا، في خطأ على تاومبا، في خطأ على تاومبا لمصاعة عبد الله مادو، خطأ يحتسب حكم المباراة على تاومبا. المهاجم المخضرم الكاميروني صاحب المسيرة الكبيرة جدا بقميص التعاون، شوف اللقطة مرة أخرى، الاحتكاك اللي تم، نعم الدفع من جانب تاومبا أمام عبد الله مادو، بالتالي خطأ احتسب حكم المباراة لمصاعة النصر. كرة بالخطأ من الدفاع تبقى لكاكو بكرة عرضية، لكن الدفاع أقرب إلى لويس غوستافو على جهة اليسار. كونان يحاول بناء الهجمة إلى غريب، نصراوية في وسط الميدان، أمامية باتجاه سامي النجعي، محاولة مرور انطلاقة، نصراوية طلب الكرة من جانب غريب وأيضا من جانب كريستيانو، سامي بكرة لكنها بعيدة، تركيزه كان غائب في اللقطة الماضية، بالتالي ضاعت الكرة. علي الحسن تمريرة إلى سلطان غنام، لمسة نصراوية في جهة اليمين، محاولة بكرة عرضية لكن الدفاع تدخل، وبعد ذلك الإبعاد إلى جهة اليسار بالهزازي. معاناة كبيرة جدا للتعاون من أجل بناء الهجمة، سيطرة محكمة نصراوية في الدقائق الماضية، أفضلية يسجلها فريق رودي غارسيا بدون أن تشاهد أي تهديد حقيقي من فريق أو زملاء تاومبا في هذه المباراة. النصر يملك الأفضلية على مستوى الأداء، النتيجة وأيضا الفرص المسجلة في الدقائق الماضية والخطورة على المرمى في الدقائق الماضية كانت نصراوية في أكثر من لقطة. كرة تصل إلى مايلسون، نالدو بكرة على جهة اليمين إلى ناصر أو من محمد الغامدي، عودة بعد ذلك إلى نالدو، لمسة محاولة بناء هجمة لمصلحة التعاون بكرة أمامية، ميدران يبحث عن الحلول، تحرك في جهة اليسار من سليمان هزازي، الفارو إلى مهديوي أشرف، لا
لمسة تصل إلى فهد الرشيدي تحت ضغط استلام كرة بعد ذلك يكسبها سلطان غنام. اللاعب يتواصل بكرة من كريستيانو لكنها أيضا بدون تركيز عادت في وسط الميدان لمصعد أشرف مهديوي. كرة أمامية إلى كاكو على الجهة اليمنى محاولة لمصعد التعاون انطلاق الآن من جانب سعد الناصر إلى تاومبا الخطير جدا تاومبا الدبابة والمحطة المهمة في هجمة التعاون. لمسة تصل على جهة اليسار محاولة إلى سليمان هزازي بكرة عرضية لكن التغطية من لويس جوسافو بدون تركيز عادها مدران مرة أخرى إلى هزازي. التعاون يحاول في هذه الأثناء مع كرة عرضية خطيرة لكنها أيضا في الحارس المرمى الحارس الشاب المتألق نواف العقيدي. نواف العقيدي لم تأتي كرات خطيرة على مرمى بدون تهديد حقيقي للتعاون في 23 دقيقة الماضية بدون أي فرصة تقريبا بين الخشبات الثلاث لفريق شابوسكا. تعود الكرة إلى العقيدي نواف لمسة تصل إلى عبد الإله العبري كرة إلى كريستيانو العائد الوراء علي الحسن تغيير اتجاه اللاعب إلى كونان كيسران بلمسة على جهة اليسار متألق في هذه المباراة غريب يحاول يمر أمام تغطية تبقى لمصعد كونان محاولة نصراوية بكرة عرضية خطيرة لكن الدفاع تدخل الإبعاد بعد ذلك إلى رمية جانبية. بالسلامة إن شاء الله لمحمد الغامدي اللي تعرض لإصابة في هذه اللقطة الاحتكاك اللي كان مع كيسران كونان في اللقطة الماضية. الظهير الأيمن في تشكيلة التعاون الاحتكاك اللي تم مع كونان وبالتالي إصابة للغامدي تعرض الإصابة لكن على ما يبدو بإمكانه مواصلة اللعب في هذه الأثناء. يتكلم مع حكم المباراة على اللقطة الأخيرة رودي غارسيا عند بيتي مارتينيز على دكة البدلاء وكذلك الحال للعائد من الإصابة تاريسكا رمية جانبية لكونان لمسة فيها تغطية هذه كرة بعيدة بعد ذلك إلى ضربة مرمى. النصر في جميع المباريات العشر اللي افتتح فيها التسجيل تمكن من تحقيق الانتصار بالنسبة للنصر. التعاون يبحث اليوم ربما عن نتيجة إيجابية طبعا تعادل في هذه المباراة تعادل في ملعب النصر ضد واحد من المرشحين الكبار الفوز بلقب الدوري سيكون أمرا جيدا لفريق شاموسكا الخروج بنقطة على أقل تقدير في هذه الأمسية. النصر لا مجال للتفريط في أي نقطة في ظل الزحمة الموجودة في القمة وفي ظل التألق اللي نشوفه عند المنافسين. الاتحاد اللي وصل إلى 40 نقطة بداية الرصيد مع الشباب ب40 نقطة وإن كان الشباب عنده مباراة أكثر. النصر 37 نقطة ولكن انتصار في هذه المباراة يجعلها إلى 40 نقطة. تصل كرة لمصعد التعاون بأمامية إلى تومبا خطيرة جدا وكرة داخل منطقة الجزاء خروج كان خاطئ من جانبي نواف العقيدي عرضية أخرى خطيرة وكونان يبعدها في اللحظة الأخيرة. حلوة اللقطة الأخيرة خطيرة جدا لمصعد التعاون على مرتين مرة أولى من جانبي تاومبا ومرة ثانية كانت خطيرة وقريبة من المرمى النصراوي. شوف اللقطة الخروج الخاطئ من جانب نواف وبعد ذلك تاومبا تمويه تمرير وفرصة كانت في منتهى الخطورة لكن التدخل من جانبي كونان أمام فرصة خطيرة جدا لسكر القصيم في اللقطة الماضية وإبعاد في اللحظة الأخيرة. الكرة تحولت إلى ركنية بالسلامة إن شاء الله لفهد الرشيدي فهد الرشيدي كان في اللقطة الماضية محاولة للتعاون تحولت بعد ذلك إلى ركنية. الثياب يبحثون عن ردة فعل في الدقائق القادمة من أحداث هذه المباراة. الولفز يحصل على أول ركنية على تنفيذها مادريدي سابق هو ألفارو ميديران على يسار نواف العقيدي بكرة نحو القائم الأول خطيرة إلى تاومبا داخل منطقة الجزاء وتسديدة لكنها صدمت لا زالت خطيرة. تعاون يضغط في هذه الأثناء تعاون الآن يقدم أداء أفضل على المستوى الهجومي ويحاول الوصول إلى تعديل النتيجة. كرة فيها تغطية تدخل من جانب جوسافو مباراة ليست سهلة بطبيعة الحال مباراة صعبة للغاية على الفريقين. كرة تحولت إلى رمية جانبية رمية جانبية لسليمان هزازي
حساس يلعب كرة القائم الأول لكن فيها تغطية تدخل من جانب الدفاع إبعاد على مرتين سامي النجعي وكرة تبعد بعد ذلك لعناصر تعاون كاكو الخطير جدا يحاول يمر أمام تغطية وتدخل السعيدها بعد ذلك مهداوي أشرف مهداوي أكثر لاعبي الدوري تمريرا الكرة في هذا الموسم حتى الآن ب 1142 تمريرة بالنسبة لأشرف مهداوي في وسط الميدان أيضا عند التعاون أفضل صانع أهداف حتى الآن وهو كاكو اللي صنع لفريقه 8 أهداف في هذا الموسم حتى الآن كرة تصل مرة أخرى مجموعة من التمريرات نشوف فريق شاموسكا بدأ ينتشر على مستوى الهجوم ويعطي النصر أيضا بعض المساحات كرة تصل بعد ذلك انتشار واضح للتعاون في مناطق النصر ورغم أن المباراة يلعبها في ملعب النصر إلا أنه يظهر شخصيته بصراحة وأدائه الجيد على مستوى خط الوسط وانتشاره في مناطق النصر دون أن يركل للخلف ويتراجع بأكبر عدد من اللاعبين مثل عدد كبير من المباريات اللي شاهدناها للمنافسين ضد النصر تمريرة كانت من كريستيانو الأسيست من رونالدو في اللقطة الماضية صاحب التمريرة لغريب صاحب النهاية الجميلة جدا وغريب مرة لرونالدو في المباراة الماضية الآن رونالدو عمل التمريرة لعبد الرحمن غريب وبعد ذلك سجل غريب الهدف الأول في هذه المباراة بصناعة لكريستيانو رونالدو في هذه القمة تصل كرة إلى كونان لمسة إلى لويس جوستافو علي الحسن تغيير اتجاه اللاعب على جهة اليسار لكن التغطية بعد ذلك رمية جانبية لفهد الرشيدي أو سعد الناصر في اللقطة الماضية تسديدة كانت خطيرة جدا فوق المرمى من جانب كريستيانو وأيضا تمريرة الهدف لسجل عبد الرحمن غريب الأداء اللي قدمه صاروخي ماديرا في 29 دقيقة لعب في أحداث هذه القمة تاومبا كان خطير في كرتين لمصلحة التعاون ولكن دون أن يتمكن من زيارة الشباك النصراوية تعود الكرة إلى عبد الإله العمري في محاولة بناء هجمة لمسة إلى لويس جوستافو على جهة اليسار محاولة إلى غريب يبحث عن مرور بعدها من الأول مربت بتمريرة حلوة لجوستافو ولكنها بعد ذلك فيها تغطية وتدخل وإبعاد الكرة إلى رمية جانبية لمصلحة النصر خطيرة اللقطة الماضية عبد الرحمن غريب إلى كونان تمريرة الرد إلى غريب مرة أخرى كرة أمامية لكنها بدون تركيز استعادها بعد ذلك تاومبا محطة مهمة جدا في استقبال الكرات في التحرك الذكي أيضا بدون كرة بالنسبة لتاومبا ناصر مر ناصر مر ناصر مر ناصر مر ناصر مر على جهة اليمين ناصر تبويف مرور جميل بكرة أمامية خطيرة لمصلحة ميدران لكنه تأخر وبعد ذلك تعطل خطف الكرة بروعة كبيرة سلطان غنام في الكرة الخطيرة جدا لمصلحة التعاون كأفراد خطير جدا فريق التعاون أيضا كمنظومة كمجموعة كأداء فيه جماعية عالية جدا يظل فريق خطير بالنسبة لفريق شاموسكا في مباراة اليوم كونان تصل كرة إلى كريستيانو كونان مرة أخرى بتمريرة إلى علي الحسن طلب الكرة في أقصى اليمين في المساحة سلطان الغنام كرة من لويس جوستافو على الجهة اليمنى محاولة نصراوية بكرة عرضية كريستيانو تحضير إلى علي الحسن في مكان خطير تمريرة إلى سامي النجعي لويس جوستافو غير اتجاه اللاعب بعيدة اللقطة بعيدة على غريب وبعد ذلك تحولت إلى رمية جانبية سرع فيها شوية لويس جوستافو جماهير العالمي في مباراة الليلة ملعب تقريبا ممتلئ عن آخرة في مرسول بارك رمية جانبية كرة تصل مرة أخرى لمصلحة التعاون إلى تاومبا تاومبا تحت ضغط أكثر من لاعب لكن كرة بعد ذلك فيها تغطية مرور من جانب غريب في المرة الأولى في المرة الثانية ثم تمريرة إلى كريستيانو رونالدو تغطية وتدخل من جانب محمد الغامدي استعادها كونان لمسة على اليسار محاولة نصراوية حلوة باتجاه كونان تمريرة خطيرة لكن الدفاع لصاروخي ماديرا رونالدو بتسديدة لكنها سهلة المرة الأولى التمويل المرة الثانية التسديد في المرتين رونالدو كان خطير لكنها الكرة كانت للحارس مايسون في اللقطة الماضية خطيرة الكرة لمصلحة كريستيانو ولكنها في يد مايسون رونالدو سجل 5 أهداف في الدوري حتى الآن تكلم عن لاعب لسه في بداية مشواره
تقريبا وصل للتو في قائمة النصر على مستوى الدوري، تتكلم على 3 و4 مباريات، هو ثاني هداف في الفريق بعد تاليسكا. الكرة تصل في وسط الميدان، من يراهن أن رونالدو يمكن أن يقتحم قائمة الهدافين هذا الموسم على مستوى دوري روشن السعودي؟ تغيير اتجاه اللعب بلمسة في وسط الميدان، ألفارو محاولة بناء هجمة لمصعد ميديران، لمسة على جهة اليسار خطيرة إلى هزازي، محاولة مرور تغطية وتدخل مجانبي أيمن يحيى، الكرة تبقى لفهد الرشيدي، عودة للوراء بلمسة إلى كاكو الخطير جدا على حدود منطقة الجزاء، كرة على جهة اليمين إلى الغامدي يبحث عن حل عن تمرير، كرة أمامية خطيرة وفرصة لكنها في يد حارس المرمى الحارس نواف العقيدي، خطير الكرة لمصعد التعاون. نشوف السكر القصير بدأ ينشط على مستوى الهجوم وبدأ يشكل خطورة حقيقية على مرمى النصر وبدأ يشكل تهديد حقيقي على مرمى النصر في الدقائق الماضية من أحداث هذه المباراة. التعاون في الترتيب الخامس ب30 نقطة من 9 انتصارات و3 التعادلات وأيضا 4 هزائم في هذا الموسم لفريق شابوسكا. الكرة تصل إلى علي الحسن، لمسة إلى عبد الإله العمري، يغير اتجاه اللاعب في جهة اليمين، سلطان غنام أيمن يحيى تحرك مجرب سلطان غنام، تمريرة الرد لكن كادش في التغطية، كادش في محاولة الإبعاد، تبقى نصراوية، سامي النجعي إلى أيمن يحيى تسديدة لكنها في يد الحارس، حلوة الاقتباضية قوية من جانب أيمن يحيى ولكنها بعد ذلك في يد حارس المرمى مايلسون في اللقطة الماضية الحارس البرازيلي المخضرم. كرة تصل إلى نالدو، أجواء كبيرة جدا في ملعب مرسول بارك، جماهير نصراوية عالمية أجواءها كبيرة للغاية في ليلة شتوية في الرياض، ورغبة كبيرة في المحافظة على صدارة ترتيب الدوري، إبقاء المنافسة شرسة وقوية هذا الموسم. كرة تصل إلى محمد الغامدي، طبعا المنافسة تقريبا دائرة المنافسة تتسع إلى 3 4 أندية هذا الموسم حتى الآن في دوري روشن. كرة تصل إلى تومبا، عودة للوراء، لمسة تصل إلى حسن كادش، كادش بتمريرة طويلة باتجاه فهد رشيدي في مكان خطير لكن التغطية من جانب عبد الإله العمري يتدخل يبعد الكرة، تصل إلى أيمن يحيى تحت ضغط هنا في هذه الأثناء، ساعدها التعاون مرة أخرى عن طريق كاكو، لمسة خطيرة إلى فهد الرشيدي في محاولة تمرير الكرة لكنها بدون تركيز، أقرب إلى كونان علي الحسن، لمسة أمامية كريستيانو تحت ضغط، ساعدها ناصر يحاول مرور يعدي في هذه الكرة، تغطية وتدخل كونان سريع المباراة في هذه الدقائق، نصراوية محاولة من جانب أيمن يحيى، جوسافو تغيير اتجاه اللعب، توزيع رائع دائما من جانب لويس الاول في وسط الميدان، جوسافو كونان كريستيانو غريب، تمريره باتجاه نجعي، كره داخل منطقه الجزاء لكن التغطيه من جانب الدفاع تبقى الى كونان الباحث عن كره عرضيه بلمسه الى غريب يحاول بحث عن حلول، عبد الرحمن جهه اليسار الى سامي نجعي الى غريب مره اخرى، مجموعه من التمريرات النصراويه في هذه الاثناء، أكثر لاعبين تحركاً وذكاءً وخطورة في هذه المباراة هو عبد الرحمن غريب صاحب الهدف الوحيد في هذه المباراة حتى الآن. طويلة الكرة، رأسية تصل إلى سعد الناصر، لمسة لمصعد التعاون من جانب كاكو، كادش في وسط الميدان، سليمان هزازي، ميديران الفارو، تغيير اتجاه اللاعب الغامدي في اقصى الجهات اليمنى، تحرك للولفز في هذه الاثناء، العوده الى كاكو، كاكو الغامدي في جهه اليمين لمصعد التعاون، عوده للبحث عن حلول لاهم صانع اللعب في هذا الموسم حتى الان بالنسبه للنجم الدولي الباراغواياني كاكو، الكرات بين عناصر التعاون الى مهديوي، تغيير اتجاه اللاعب على جهه اليمين، لمسة باتجاه الغامدي بحث عن كرة عرضية صدمت في كونان، استعادها كاكو لأشرف مرة أخرى، لحظات ودقائق من سيطرة تعاونية في هذه المباراة في ميدان النصر، كرة تصل مرة أخرى لمصعد الفارو، تغيير اتجاه اللاعب في أقصى اليسار،
إلى سليمان هزازي، لكن التغطية من جانب أيمن يحيى، وبعد ذلك الكرة تحولت إلى رمية جانبية، رمية جانبية للنصر. تسديدة أيمن يحيى الخطيرة القوية، الكرة الأخيرة اللي كانت على مرمى مايلسون، تألق الحارس البرازيلي بعد ذلك في صد هذه الكرة. طبعا بلغة الأرقام النصر كان عنده الخطورة أكثر في الدقائق الماضية من أحداث هذه المباراة. صوت المدرج النصراوي الكبير في هذه الأمسية، جماهير حاضرة وتؤازر فريقها بقوة من أجل استعادة لقب الدوري المفقود منذ موسم 2018-2019، ولكن أيضا في هذا الموسم نشوف تنافسية كبيرة جدا في القمة وفي وسط الترتيب من أجل مراكز آسيوية، وأيضا في القاع من أجل البقاء. حلوة الكرة من جانب لويس جوسافو، لويس جوسافو، لكن التغطية من جانب فهد الرشيدي. فريق يلعب بكيفية رائعة جدا هذا التعاون، فريق يلعب بطريقة رائعة جدا، فريق شاموسكا عنده الشخصية وعنده الثقة في النفس. نشوف التعاون في بعض الأوقات يكون الفريق المسيطر في بعض الأوقات في مناطق النصر، ليس بالأمر السهل تلعب ضد النصر في ملعبه وتسيطر على اللعب في بعض الدقائق وتشكل بعض الخطورة في هذه المباراة. كرة تعود لمصاتي المارو، تغطية وتدخل عبد الإله بلمسة على جهة اليمين، يحيى بعودة للوراء، العقيدة الطويلة، كرة أمامية أقرب إلى كادش، ترك الكرة بعد ذلك لينالدو وبعد ذلك لحسن كادش، متوسطي الدفاع في فريق التعاون في مباراة الليلة. الكرة من أشرف مهديوي، لمسة أمامية على جهة اليسار بمصعة التعاون، تحرك هجومي من جانب الفارو، ميدرال بحث عن الحلول، لمسة حلوة باتجاه كاكو، حط خطيرة على جهة اليمين إلى محمد الغامدي لمصعة التعاون. الولفز في الهجوم، كرة عرضية خطيرة لكن الحارس تألق، يبعدها العقيدي بقبضة يده، لا زالت لمصعة التعاون في هذه الأثناء. ضغط لزملاء تاومبا في هذه اللحظات، كرة تصل إلى كاكو، كاكو بلمسة على جهة اليسار لمصعة عزازي، لكن بعيد الكرة وفي الأخير تحولت إلى ضربة مرمى. أكثر من لقطة كانت خطيرة على مرمى نواف العقيدي في شوط المباراة الأول، السحر كل العمل كل التمريرات المتقنة دائما من جانب كاكو، عرضية الغامدي وبعد ذلك إبعاد نواف بقبضة يده للقطة خطيرة على مرمى فريقة في اللقطة الماضية. الكرة في لحارس المرمى نواف العقيدي، طبعا كاكو أكثر لاعبين مساهمة في الأهداف هذا الموسم بقميص التعاون، ساهم في 12 هدف هذا الموسم بالنسبة للنجم الباراغواياني، بينما الأكثر مساهمة في الأهداف هذا الموسم هو تاليسكا في المقابل هداف الدوري حتى الآن برصيد 13 هدف. تدخل في اللقطة الماضية وخطأ لمصاعة سامي النجعي، نجعي بكرة على جهة اليسار إلى كونان، مادو لمسة أمامية لكنها بعيدة وصعبة وفي الأخير تحولت إلى ضربة مرمى. بعيدة اللقطة الماضية، دقائق لعبها كريستيانو رونالدو، يتمنى المشجعين دائما التألق لكريستيانو، التسجيل لكريستيانو، العشاق النصر وأيضا عشاق كريستيانو نفسه اللي يحبون كريستيانو في كل الأندية اللي مثلها على مدار تاريخه بالنسبة لصاروخي ماديرا، الأمر اللي جعل أيضا عند النصر قاعدة جماهيرية أكبر من عشاق كريستيانو. كرة وتغيير تجاه اللاعب على جهة اليمين، بعيد الكرة، بعيد اللقطة، ليس فقط في المملكة ولكن على مستوى العالم العاشقي رونالدو ومتتبعيه اللي يشوفونه في كل المباريات لأن يستمتعون بالفترة التي يقضيها مع فريقه الجديد النصر ويتابعون مباريات النصر خارج الحدود. كرة تصل مرة أخرى إلى لويس جوسافو، تحرك نصراوي إلى غريب، جوسافو ثم كونان، الجبهة اليسرى النصراوية، تمريرة لكن فيها تغطية من جانب رونالدو. لويس جوسافو عودة إلى مادو، لمسة إلى علي الحسن،
عادت الفرقة النصراوية للسيطرة في هذه الدقائق. كرة تصل حلوة باتجاه غريب، سامي نجعيب داخل منطقة الجزاء، خطيرة إلى غريب، لكن الكرة بعد ذلك أقرب إلى حارس المرمى مايلسون. لم يكن التفاهم موجود في اللقطة الماضية بين عبد الرحمن غريب وسامي النجعي، لذلك الكرة كانت سهلة في أحضان حارس البرازيلي المخضرم مايلسون. الدقائق تمضي، وصلنا إلى 43 دقيقة لعب في شوط المباراة الأول. النتيجة دائما تقدم النصر بهدف مقابل لا شيء لعبد الرحمن غريب بعد تمريرة من جانب كريستيانو رونالدو. تمريرة كانت في منتهى الروعة ونهاية ولا أجمل لعبد الرحمن غريب، الهدف الوحيد في هذه الأمسية الكروية اللي ننتظر منها أداء أكبر وإثارة أكبر في دقائقها القادمة في ملعب مرسول البارك. تصل كرة إلى كاكو يبحث عن حلول عودة بعد ذلك إلى بهديوي، تمريرة الرد إلى كاكو خطيرة لمصاعة التعاون، كرة أمامية فرصة لكنها بعيدة عن الكل، أقرب إلى جيسلان كونان العائد لتأدية أدوار الدفاعية. غريب يحاول يمر أمام أكثر من لاعب، روعة كبيرة إلى رونالدو ثم بعد ذلك إلى عبد الرحمن غريب، اللمسة أمامية تصل إلى لويس جوسافو. مباراة كبيرة جدا لعبد الرحمن غريب في أول موسم له مع النصر، كرة تصل على جهة اليمين سلطان غنام إلى أيمن يحيى، محاولة نصراوية البحث عن حلول، لويس جوسافو على حدود منطقة الجزاء أمامية لكن التغطية من جانب كادش. تاون باب محاولة بناء هجمة بعيد الكرة عن الكل، أقرب إلى كونان غريب، كونان لمسات نصراوية نجعيب مثلث اكتمل ثم عودة بعد ذلك إلى كونان، لمسة تصل إلى كريستيانو الحسني غير اتجاه اللاعب سلطان غنام في ناحية اليمين، الكنترول صعب وبعد ذلك التغطية من جانب الدفاع أقرب لسليمان هزازي. هزازي كرة عريضة بدون تركيز، لمسة إلى كريستيانو، رونالدو للوراء عند الحسن علي الحسن، تمريرة باتجاه رونالدو محاولة لكن فيها تغطية وتدخل من جانب الدفاع، إبعاد الكرة في وسط الميدان صافرة من الحكم واحتساب خطأ لمصلحة تعاون في هذه الأثناء. يبدو أن الشوط الأول سينتهي سيداتي وسادتي بهذه الوضعية بهذه النتيجة والتفوق النصراوي حتى الآن في هذه المباراة بهدف مقابل لا شيء، الهدف اللي حمل توقيع المتألق طبعا عبد الرحمن غريب في هذه المباراة بعد تمريرة من جانب كريستيانو رونالدو. لمسة في وسط الميدان، كاكو يحاول يمر لكن أمام تغطية وتدخل خطأ احتسب حكم المباراة لمصاعدة كاكو على علي الحسن. تدخل كان موجود في اللقطة الماضية، تدخل كان على كاكو في اللقطة الماضية علي الحسن، كاكو كان يطالب الحكم بإنذار في الكرة الأخيرة، الحكم كان قريب من اللقطة اعتبر أنه تدخل بخطأ بدون إخراج أي بطاقة صفراء في قرار حكم المباراة. دقيقتين كوقت بدأ ضائع في هذه المباراة شوطها الأول، لمسة تصل لمصاعة الرشيدي، كاكو يحاول تحت ضغط أمام أكثر من لاعب يعدي ويبحث عن الحلول بلمسة حلوة على جهة اليسار، المارو بيدران خطيرة وكرة عرضية داخل منطقة الجزاء مرت من الجميع، تصل الغابدي محاولة داخل منطقة فرصة لمصاعة التعاون بكرة عرضية لكن التغطية مرة أخرى من جانب الدفاع صافرة من حكم المباراة بسبب إصابة أحد اللاعبين. بالسلامة لفهد الرشيدي، الاحتكاك اللي تم في اللقطة الماضية وبعد ذلك إصابة لجناح التعاون فهد الرشيدي. هذه اللقطة الأخطر، العمل الكبير جدا من جانبي المتألق طبعا كاكو بعد ذلك ميدران، وفي الأخير الكرة العرضية مرت أمام الجميع، فرصة في منتهى الخطورة للولفز لكنها لم تستغل. شوط أول جيد المستوى لكننا انتظرنا أيضا أداء أكبر من الجانبين وتوقعنا أداء أكبر من الفريقين في هذه المباراة. بالسلامة إن شاء الله لفهد الرشيدي. شاموسكا سيفكر في شوط المباراة الثاني والحلول من شأنها إعادة توهج التعاون، غارسيا سيفكر في الشوط الثاني وإمكانية تأمين النتيجة والمحافظة على الانتصار الثمين والمحافظة على الصدارة والمحافظة على فرحة المشجعين وإبقاء الثقة في هذا الفريق طبعا بعد مباراة ليست سهلة أمام فريق بهذه الشراسة وهذه القوة وهذا التنظيم اللي عند التعاون هذا الموسم. بالسلامة إن شاء الله لفهد رشيدي. يتوقف اللعب
إصابة فهد الرشيدي على مستوى اليد، كان احتكاك مع كورن. 45 دقيقة تاد في شوط المباراة الأول، أيضا الدقيقتين إضافة حكم اللقاء في برسول بارك. لم يتغير شيء منذ الدقيقة 17 اللي شهدت تسجيل عبد الرحمن غريب الهدف الأول والوحيد في هذه المباراة. لقطة فهد الرشيدي أمامنا، صاحب هدف مباراة الذهاب المتألق سميحان النابت، اللاعب الجديد في قائمة النادي الأهلي، يستعد ربما لأخذ دوره في شوط المباراة الثاني من هذه الأمسية. شاموسكا سيفكر في هذا التغيير إذا كان رشيدي ليس غير قادر على مواصلة اللعب. إصابة على مستوى اليد قوية على ما يبدو، بالسلامة إن شاء الله لفهد رشيدي حكم المباراة فيصل بلوي. يوقف اللعب في هذه الأثناء، وبعد ذلك استئناف اللعب في الثواني الأخيرة على نهاية الشوط الأول من أحداث هذه المباراة في ملعب مرسول بارك. كريستيانو رونالدو بكل روح رياضية يعيد الكرة للتعاون، ونحن في الثواني الأخيرة على نهاية شوط المباراة الأول. النتيجة على حالها 1-0 لمصلحة النصر أمام تعاون. العالم يتقدم على سكر القصيم على الولفز في هذه الأمسية في ملعب مرسول بارك، هدف مقابل لا شيء. تعاون يقاتل في الدقائق المتبقية على نهاية الشوط الأول بكرة أمامية فيها تغطية من جانب عبد الله العمري. الناصر وبعد ذلك الفارو بيدران، وكرة فيها تغطية وتدخل، يستعدها لويس جوستافو، لمسة أمامية إلى كريستيانو رونالدو. مر رونالدو، مر رونالدو، مر انطلاقة هجومية لمصلحة غريب على جهة اليسار، خطيرة النصر. عبد الرحمن بكرة أمامية حلوة، وكرة ولمسة وصافرة، وبعد ذلك الكرة إلى يد حارس المرمى. لا يوجد ركلة جزاء في قرار الحكم، لمسة اليد كانت موجودة لكن الحكم اعتبرها غير متعمدة على ما يبدو في اللقطة الماضية، وبالتالي استمر اللعب وسط صافرات استهجاء من جماهير النصر على اللقطة الماضية وعلى الفرصة الخطيرة اللي كانت لمصلحة كريستيانو رونالدو. صافرة الحكم الآن، طبعا جماهير ولاعبي النصر يطالبون بوجود ركلة جزاء، نشوفها في الإعادة ما إذا كان فيها ركلة جزاء، وأيضا راح يتأكد الحكم في غرفة الفيديو إذا كان فيه ركلة جزاء في الكرة الأخيرة أم لا. هذه إعادة لكرة عبد الرحمن غريب، لمسة اليد كانت في نالدو حار المدافع البرازيلي في قائمة التعاون. الحكم اعتبر أنه غير متعمد في هذه اللقطة المثيرة بصراحة للجدل، وبعد ذلك استمر اللعب بهذه الوضعية دون احتساب ركلة جزائية كان يطالب فيها كريستيانو رونالدو وطالبت فيها الجماهير النصراوية. كانت تقريبا آخر أحداث شوط أول، تكفي هذه اللقطة لزيادة حجم الإثارة في شوط المباراة الثاني وانتظار أداء أكبر من الجانبين. سيداتي وسادتي، شوط أول ينتهي بهذه الوضعية بتقدم النصر بهدف مقابل لا شيء في ملعب مرسول بارك. النصر 1 تعاون لا شيء. الآن عودة للزميل العزيز محمد خاتم بعد الفاصل القصير.
تدري إنك تقدر تهدي تفاجأ وتفرح بعد؟ تجدد اشتراكك وتستمتع بوقتك بعد؟ لسه في بعد؟ إيه وبعد؟ تدري إنك تقدر تختار أي جهاز أو قسيمة ولا بطاقة من أكبر متجر بعد؟ وتشتري الجهاز اللي تبيه كاش أو تقسيط بعد؟ ويوصلك أسرع مما تتخيل بعد؟ الصحة نبضات الحياة، لحظاتها سعادة وفرح، هي تاج على الرؤوس، تاخذنا لبدايات أجمل وتلهمنا لرعايتكم أكثر وأكثر. الوحدة الرائد، هدف خيالي، هدف عالمي، الليلة في الأوقات التالية على SSC Extra One، يسبقها الاستوديو التحليلي. جائزة أستراليا الكبرى للقوارب الشراعية في هذه الأوقات على SSC3. غدا في الوقت الذي انتظر الجميع هدف كريستيانو الأول في مرسول بارك، إلا أن الحضور هذه المرة كان بهذا الأسيست الرهيب جدا لعبد الرحمن غريب الذي سجل واحتفل مع جماهير النصر بهذه الطريقة. كريستيانو أتاه جاريا نحو الاحتفال بهذا الهدف الذي سجله غريب من صناعته كريستيانو رونالدو. رونالدو في نهاية الشوط المباراة الأول عند الخروج بدأ غاضبا، يبدو أنها من اللقطة التي كان يطالب فيها باحتساب ضربة جزاء بناء على هذه اللقطة التي لمست رونالدو واعترض عليها رونالدو، إلا أن فيصل بلوي راجع الفار ومن ثم طالب باستمرار اللعب. هذه الأرقام الخاصة بشوط المباراة الأول، التعاون لم يسدد على المرمى سوى مرة واحدة، النصر كان حاضرا في التسجيل وقبل ذلك كابتن أحمد كان حاضرا في الضغط، في الضغط العكسي، في المحاولات، في العمل من الأطراف من كونان وغريب، في مرات أخرى من أيمن يحيى والغنام، أيضا من العمق وحاضر في التسجيل. الحقيقة المباراة جيدة جدا من فريقين، النصر بطبيعة الحال بيحاول يكسب لكن التعاون جريء جدا جدا، بيحاول يلعب كورته بشكل مميز. الحقيقة أن رونالدو سجل 5 أهداف بس أجمل لقطة ليه في الدوري السعودي هي الأسيست بتاع غريب، والحقيقة برضو أن غريب لما بيتحرك في ظهر الدفاع، نفسي غريب يعرف دي، أنه لما بيتحرك في ظهر الدفاع دي أهم مليون مرة من لما بيستلم الكرة ثم يروح للمدافع، أو بيحب يعمل الثانية، يستلم الكرة ويروح للمدافع، لما يتحرك في ظهر الدفاع ده بيبقى أفضل بشكل ضخم جدا. التعاون دايما وهو بيهاجم عنده 5 تحت الكرة دايما، الرباعي ما بيتقدمش غير نادرا جدا جدا وقدامهم أشرف مهداوي، فده بيخلي النصر محتاج أنه هو بيطلع بالكرة مش هيلاقي مساحات شاسعة، محتاج أن التصرف يكون أفضل. أسوأ شيء في النصر في الشوط الأول هو التصرف في الثلث الأخير. يعني هو الضغط بيبقى جيد جدا، طلوع بالهجمة جيد مش جدا، لكن التصرفات في الثلث الأخير سيئة جدا أحيانا، وأحيانا بتبقى مرتبطة بس بأن أنا لعبت الكرة طويلة شوية أو قصيرة شوية، أو زميلي كان جنبي بس أنا ما رفعتش عيني أنا شفت الجول على طول، أو زميلي كان جنبي بس أنا ما شفتوش لأن عايز ألعب لرونالدو. القرارات في الثلث الأخير عموما أعتقد هي الشيء الوحيد اللي بيعيب النصر، اللي كان يقدر في ظني بقرارات أفضل أكثر هدوء أكثر من شوية أنه يطلع بأكثر من كده، لكن النصر النهارده بيلعب بثلاث أجانب فقط في الملعب، بينما التعاون واضح جدا وانت بتتفرج استفادته الكامله من الاجانب. مدران مثلا لعيب ذكي جدا، مدران ساعات بينزل كانه ظهير ايسر عشان يسحب علي الحسن من عمق الملعب فيدخل كاكو يستلم في العمق، دي حاجات انت ممكن كمدرب تقولها بس اللعيب لو مش هيفهمها غير لو هو لعيب استيعابه عالي جدا. النصر على قد كده، اللعيبه السعوديين فيه جيدين جدا لكن شباب لسه،
محتاجين خبره كبيره. هو فريق تشعر ان النصر لو استثنيت الاجانب هو فريق سعودي شاب مش حتى فريق سعودي من اللاعب الخبره, هو فريق سعودي شاب لكن هيبقى افضل مع الوقت. افضل لقطه لرونالدو من افضل لقطات الموسم بالمناسبه, وافضل لقطه رونالدو في الدوري حتى الان, والفينش كمان بتاع غريب كان هايل, والران اللي عملها الانطلاقه اللي عملها غريب في ظهر المدافع وان كان رونالدو اكبره, رونالدو دخل قال له انا هلعبها لك هنا. طيب كابتن بدر, الحاله الهجوميه تحدث عنها احمد فيما يتعلق بالنصر, سجل وكان قريب من التسجيل اكثر لو احسن التصرف في اكثر من كره, لكن في الجانب الاخر ايضا الحاله الدفاعيه للنصر, التنظيم الدفاعي اللي قلصت حتى من العمل الهجومي بالنسبه للتعاون, لم يسدد على المرمى سوى مره, كل العرضيات في خروج نواف العقيدي. واحده من افضل الاشواط بالنسبه للنصر دفاعيا وتنظيم الدفاعي في ترابط خطوطه في وقوف وسط الملعب. تكلمنا انه تكلم كابتن احمد انه عنده مشكله في الثلث الهجومي في الهجمه, لكن دفاعيا لا, فريق منظم بترابط خطوطه بالأربعة أربعة واحد واحد, سامي نجعي دائما خلف تاليسكا, ومن ثم العمل عمليه الافتكاك والتحول, وهذه كانت نقطه قوه النصر. اللاعب المميز اللي شفته اليوم في خلال الشوط الاول يمكن كانت اصابه عبد الله الخيبري ودخول علي الحسن, لكن بالتاكيد علي الحسن كان واحد من افضل اللاعبين في الشوط الاول من خلال عمليه مل خط الوسط, عمليه الافتكاك ومن ثم التحول. حتى بنشوفها في الهدف تقريبا النصر كان مميز في عمليه استعاده الكره, وتحديدا علي الحسن وسامي النجعي, وبالتأكيد ان الاسيست كان اكثر من رائع من كريس عبد الرحمن غريب اللي كان واحد من اميز لاعبين الشوط الاول. لكن تنظيم الدفاعي بالنسبه لفريق نصر اعتقد انه كان مميز, بتواجد علي الحسن في وسط الملعب بمسانده ايمن يحيى وعبد الرحمن غريب لاظهره الجنب, لذلك ما شفنا خطوره كبيره بالنسبه لفريق التعاون. التعاون بدا بضغط عالي, وايضا كان نصر مميز في عمليه اخراج الكره. شوف التعاون دائما عمل الضغط العالي, لكن النصر كان فيه قدرة على عملية إخراج الكرة. وتكلمنا أن علي الحسن كان إضافة في مباراة اليوم, كان دائما الصعود عن طريق الجهة اليسار واللي متواجد فيها كونان تقريبا, والعمل على العمل الكرات العرضية, لكن بالتأكيد ما كانت فيه زيادة عددية في كثير من الكرات. وهنا دور اللي تكلمنا تاليسكا لما يكون متواجد في مثل هذه الكره, بالتاكيد انه النصر كيف يكون دفاعيا منظم, كيف يكون متقارب الخطوط, علي الحسن ودور علي الحسن في عمليه الافتكاك, التمريره الاكثر من رائعه لكريستيانو, وبالتاكيد الانهاء الرائع من عبد الرحمن غريب, لاعب موهوب, لاعب عنده قدره على المراوغه, لاعب عنده قدره حتى على عمليه التسجيل, لذلك كان هدف رائع وتقدم بالتاكيد انه مستحق الفريق النصراوي. دكه مليئه بالنسبه للنصر, تكلم عن ما شربوه عبد المجيد الصليهم, تاليسكا, يعني اسماء على مستوى. في المقابل التعاون برضه سمحان النابت موجود تركي مطيري, كيف يعود التعاون, كيف يسجل التعاون في المباراه الثانيه؟ التعاون ممكن يدفع بسمحان النابت مع مرور الدقائق, لكن تاليسكا اعتقد في ظل حاله المباراة صعب يدفع بيه. النصر جيد جدا في الضغط, لو فقد النقطة دي ممكن يتعرض لمشاكل كبيرة. طول ما هي 1-0 أعتقد صعب يدفع بتاليسكا. تقل رجلك شوية, يعني مش لازم ترفعها على مستوى ارتفاع المدافعين, اعلى شوية. انت ما عندك واحد عنده خطوتين زياده مختلف, صح؟ اعلى شويه, لان انا بشوف اكتر من مره بالذات من كونان, لان كونان هو اصلا اللي بيتقدم اكتر, هو اللي بيرفع اكتر, بتبقى العرضيه ملعوبه في ارتفاع متوسط ينزل عنده نقطة الجزاء. لا, اعلى شوية. انا عارف ان دي عرضية افضل في المطلق, لكن في وجود رونالدو اعلى شوية انت عندك خطوة زيادة ما بيمتلكهاش اي حد من المدافعين. صحيح. مش المدافعين دول, مدافعين الدوري بل مدافعين العالم حتى. طيب كابتن احمد, كابتن بدر, فيما يتعلق بالشوط الثاني تحديدا, اذا ما اراد النصر التسجيل مبكرا في بدايته حتى على الاقل تستقر اموره. احنا شفنا بعد تسجيل هدف فريق النصراوي, الفريق النصراوي يعود المباراة, لكن بالتأكيد أن النصر قوي جدا في عملية أنه عندهم القدرة على استغلال المساحة, لذلك كان أعتقد أن التعاون عنده فرصة في حال تحسنت عملية الكرة العرضية, مشاركة سميحة نابت أعتقد مكان سعد الناصر وعودة فهد رشيدي على اليمين, وبالتأكيد النصر راح يعمل على التنظيم الدفاعي.
تقدم بالتاكيد انه مستحق الفريق النصراني. دكه مليئه بالنسبه للنصر، نتكلم عن ماشا شريبوه، مجيد الصليهم، تاليسكا، يعني اسمع على مستوى في المقابل التعاون برضه اسمح لنا نابت موجود تركي مطيري، كيف يعود التعاون، كيف يسجل التعاون في المباراه الثانيه؟ التعاون ممكن يدفع بس اسمح لنا نابت مع مرور الدقائق، لكن تاليسكا اعتقد في ظل حاله المباراه صعب يدفع بيه. النصر جيد جدا في الضغط، لو فقد النقطه دي ممكن يتعرض لمشاكل كبيره، طول ما هي 1-0 اعتقد صعب يدفع بتاليسكا. في ملحوظه بس، وانت بتلعب عرضيه وعندك كريستيانو رونالدو تقل رجلك شويه، يعني مش لازم ترفعها على مستوى ارتفاع المدافعين، اعلى شويه، انت ما عندك واحد عنده خطوتين زياده، اعلى شويه، لان انا بشوف اكتر من مره بالذات من كونان، لان كونان هو اصلا اللي بيتقدم اكتر هو اللي بيرفع اكتر، بتبقى العرضيه ملعوبه في ارتفاع متوسط ينزل عند نقطة الجزاء، لا اعلى شوية. انا عارف ان دي عرضية افضل في المطلق، لكن في وجود رونالدو اعلى شوية، انت عندك خطوة زيادة ما بيمتلكهاش اي حد من المدافعين. صحيح. مش المدافعين دول، مدافعين الدوري بل مدافعين العالم حتى. طيب كابتن بدر، فيما يتعلق بالشوط الثاني تحديدا، اذا ما اراد النصر التسجيل مبكرا في بدايته حتى على الاقل تستقر الامور، احنا شفنا بعد تسجيل هدف فريق النصراوي، الفريق النصراوي تراجع واعطى الاستحواذ اكثر للتعاون. التعاون كانت عنده مشكله في عمليه الكرات العرضيه تحديدا من محمد الغامدي وسليمان هزازي. التعاون عنده الفرصه انه يعود للمباراه، لكن بالتاكيد ان النصر قوي جدا في عمليه انه يكون منظم دفاعيا وفي عمليه التحولات الهجوميه واستغلال المساحات. شفنا في مباراه الوحده، شفنا في مباراه الهلال كيف لما يكون النصر متراجع وكيف انه يلعب على المساحه ويملك اللاعبين كريستيانو، عبد الرحمن غريب، عندهم القدره على استغلال المساحه. لذلك انا اعتقد ان التعاون عنده فرصه في حال تحسنت عمليه الكرات العرضيه، مشاركه سميحان نابت تعتقد مكان سعد الناصر وعوده فهد رشيدي على اليمين، وبالتاكيد النصر راح يلعب تنظيم دفاعي واستغلال المساحات اللي تترك من دفاع التعاون. ممتاز. بالعوده لاهداف التعاون، حتى المباراه الاخيره دائما العمق هو لعبه العمق، في المقابل ضيوفنا يقولون انه الحسن مع جوستافو مع الانضباط اللي يقوم فيه سامي النجعي قد خلص مثل هذه الفوارق لصالح النصر. دائما سنفهم ماذا سيحدث في الشوط المباراه الثاني بصوت الزميل العزيز فهد العتيبي، استمتعوا معه على اس سي 1 اس سي 5. فهد، حلاقة مثالية؟ لازم تختار الشفرة المثالية لك، سواء كانت فيجن 5 لحلاقة ناعمة تدوم طويلا أو سكينجر للبشرة الحساسة. يا سلام على العمومة، فاختار الشفرة الصح للحلاقة الصح مع جيلات. تدري أنك تقدر تهدي، تفاجئ وتفرح بعد؟ تجدد اشتراكك وتستمتع بوقتك بعد؟ لسه في بعد؟ إيه وبعد؟ تدري انك تقدر تختار اي جهاز او قسيمه ولا بطاقه من اكبر متجر بعد؟ وتشتري الجهاز اللي تبيه كاش او تقسيط بعد؟ ويوصلك اسرع مما تتخيل بعد؟ اس اس سي تنقل لكم اهم الرياضات واقوى البطولات في شهر فبراير. دوري روشن السعودية، دوري ابطال اسيا، ان اف ال سوبر بول، ان سي اي اي باسكت بول، كأس السعودية لسباق الخيل. جدير بالاحترام صراحة بالنسبة لسكر القصيم الولفز اللي يلعبون في موسم رائع وبمستوى كبير وبعمل فني كبير جدا، ولكن أيضا يواجهون فريق صعب هذا المساء وفريق مرشح من ضمن المرشحين الكبار للفوز بلقب الدوري في هذا الموسم بالنسبة للنصر ولهذه الجماهير الحاضرة بقوة وبأداء كبير أو بعدد كبير في مدرجات مرسول البارك، بينما
الأداء الكبير متروك لزملاء كريستيانو رونالدو في هذه الأمسية أمام جماهيرهم بدون تغييرات على ما يبدو. نفس الأسماء التي بدأت المباراة. عبد الرحمن غريب سجل من صراعة كريستيانو والنصر يبحث عن التأمين. النتيجة في شوط المباراة الثاني أمام هذا المدرج الكبير والأجواء الكبيرة في ملعب مرسول بارك، وجولة أخرى من التنافس الكبير للغاية على لقب دوري هذا الموسم بين الكبار، بين النصر وأيضا التعاون في هذه الأمسية. تنافسية كبيرة من أجل 3 نقاط ثمينة. الحاضر الغائب في هذه المباراة معشوق الجماهير أندرسون تاليسكا الغائب عن هذا عن التشكيل الأساسي بداعي الإصابة، ولكن موجود على دكة البدلاء. تغيير مع انطلاقة الشوط الثاني في تشكيل بدون تغيير على مستوى النتيجة. ونذكر الجميع أيضا بقائمة البدلاء في تشكيلة الفريقين سواء لرودي غارسيا أو شاموسكا في هذه المباراة. بالنسبة لأصحاب الأرض اليوم أمام جماهيرهم النصر في ملعب مرسول بارك، في دكة النصر أوغستين روسي، محمد فتيل، عبد المجيد الصريهم، بيتي مارتينيز، محمد مران، ماجد كشيش، ماشاري بوف، علي لاجامي، وأندرسون تاليسكا. قائمة البدلاء في تشكيلة المدرب رودي غارسيا في هذه المباراة. في المقابل فين شاموسكا الذي على دكة البدلاء، راغد نجار، عون السلولي، زياد الصحفي، طارق عبد الله، سميحان نابت، حسن عمري، تركي مطيري، ريان الجهني، وايضا يعقوب الحسن في دكة بدلاء المدرب شاموسكا في هذه الأمسية. فريق جدير بالاحترام صراحة بالنسبة لسكر القصيم الولفز اللي يلعبون به في موسم رائع وبمستوى كبير وبعمل فني كبير جدا، ولكن أيضا يواجهون فريق صعب هذا المساء، فريق مرشح من ضمن المرشحين الكبار للفوز بلقب الدوري في هذا الموسم بالنسبة للنصر ولهذه الجماهير الحاضرة بقوة وبأداء كبير أو بعدد كبير في مدرجات مرسول بارك، بينما الأداء الكبير متروك لزملاء كريستيانو رونالدو في هذه الأمسية أمام جماهيرهم بدون تغييرات على ما يبدو. نفس الأسماء التي بدأت المباراة. عبد الرحمن غريب سجل من صراعة كريستيانو والنصر يبحث عن التأمين. النتيجة الفارو بديران بعد عمل كبير في اللقطة الماضية. الناصر الغامدي بعد ذلك عرضية والأروع بدون أي متابعة بعيد في اللقطة الماضية. الدفاع النصراوي الوحدة وحطها بروعة. سجل الفارو بديران هدف التعديل في هذه المباراة. قلت ماذا تنتظرون في الشوط الثاني؟ ربما الكثير من الإثارة في هذه الأمسية. ينجح شاموسكا فريقه في إدراك التعادل، وشاموسكا لديه أرقام كبيرة والسجل رائع عندما يقابل النصر تاريخيا. 8 لقاءات لشاموسكا ضد النصر، كان عنده 4 انتصارات في المواجهات الثمان السابقة لشاموسكا ضد النصر مع مختلف الأندية التي دربها. 4 انتصارات 3 هزائم وتعادل مع الفيصلي والشباب، وأيضا التعاون بالنسبة لشاموسكا اللي في طريقة للفوز باللقب التاريخي مع الفيصلي على مستوى كأس الملك. كان قد أقصى النصر أيضا من هذه البطولة، بالتالي مباراة ستكون صعبة على الفريقين. النصر من أجل ردة فعل، تاليسكا في الانتظار، النصر من أجل العودة السريعة قبل أن تكون وضع أكثر تعقيد في الدقائق القادمة. التعاون للمحافظة على هذه الثقة وهذا الأداء والبحث بعد ذلك عن نتيجة إيجابية في مباراة الليلة. الكرة على جهة اليسار، كونان، عرضية خطيرة، نالدو في التغطية وبعد ذلك في الإبعاد على مرتين. ضغط نصراوي نتوقع في هذه الدقائق، متوقع أن يكون شرس وكبير. يا غريب رونالدو، الكرة وفرصة، يا إلهي
فرصة خطيرة لكريستيانو لكنها ضاعت على غير العادة، ضاعت على اعتاب المرمى، ضاعت وقد كانت قريبة لكنها ضاعت. الكرة الأخيرة عمل كبير جدا جدا من جانب عبد الرحمن غريب. كريستيانو رونالدو على اليسار حولها إلى كونان، ضغط نصراوي قوي في هذه الدقائق، العالمي يهاجم بقوة في هذه الأثناء، كونان يلعب كرة إلى نجح، حلوة 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 حلوة، لكن التغطية من جانب رونالدو يا الله حلوة المباراة في هذه الدقائق، لمسة ولا أجمل لمصعة النصر، تغطية ولا أروع من جانب رونالدو. هذه الكرة الأخيرة، هذه الكرة الأخيرة على أعتاب المرمى، لمسها المارو بيدران، فقد رونالدو تركيزه لوهلة للحظة وضاعت منه الكرة. غريب صاحب كل شيء، غريب في هذه المباراة يقدم أداء كبير جدا، والنصر يحاول عودة بعد ذلك للتقدم مرة أخرى. غريب على تنفيذ ركنية القائم الأول، يبعدها الدفاع، خلصها أشرف مهديوي، الكرة تصل إلى كونان، لمسة للوراء باتجاه سلطان غنام، علي الحسن يبحث عن تمرير الكرة لكنها بدون تركيز، خاطئة أقرب لي عناصر التعاون في وسط ميدان إلى كاكو. مهديوي، ميدران، تفاهم كبير جدا بين هذا الثلاثي في وسط ميدان، كرة أمامية خطيرة لمصعة كاكو لكن التغطية، الإبعاد من جانب كونان، بدأني في بعض الارتباك في دفاع النصر في اللقطة الماضية بالذات، كرة تحولت إلى رمية جانبية. الآن عمل المدربين بطبيعة الحال، الآن التغييرات اللي يمكن أن تحسن وضعيتك في المباراة، تعيدك للتركيز أكثر والتوهج أكثر في الدقائق القادمة، سواء من جانب رودي غارسيا أو أيضا البحث عن الاستمرارية بالنسبة لشاموسكا في هذه الأمسية. طويلة الكرة، سلطان الغنام إلى العمري، عبد الإله العمري، لمسة باتجاه الحسن أو أيمن يحيى، العمري مرة أخرى، كرة باتجاه كريستيانو، تغطية وتدخل، استعاد المارو، ميدران على جهة اليسار، حلوة خطيرة، سميحة داخل منطقة الجزاء بكرة وفرصة لكنها في يد الحارس على مرتين. يا الله كم كانت خطيرة، كم كانت قريبة الفرصة اللي كانت من سميحان النابت، الروعة من نواف العقيدي، ردت فعل على مرتين وتصديه وتألقه في اللقطة الماضية الخطيرة جدا على مرمى الفريق النصراوي. شوط ثاني حماسي وممتع وكبير جدا من جانب الفريقين، نشاهد فيه أداء كبير بصراحة من الفريقين. التعاون تمكن من إدراك التعادل والعودة في هذه المباراة، النصر يبحث بعد ذلك عن العودة للتقدم في هذه المباراة. عبد الإله العمري وتومبا، لقطة كان يطالب فيها العمري بإنذار، تومبا تدخل كان في اللقطة الماضية واضح من جانب تومبا، الكرة الأخضر رائعة جدا من سميحان النابت، الروعة كانت من العقيدي في توقيت رائع في هذه الفرصة الخطيرة على مرمى النصر. شوط ثاني، شكل ثاني، تعاون آخر، الكرة لعبد الإله العمري للوراء، لمسة تصل إلى كونان، يحاول قسران جهة اليسار، عبد الرحمن غريب، تمريرة الرد، كونان مرة أخرى يحاول المرور أمام سعد الناصر، تدخل أو خرجت الكرة بعد ذلك إلى رمية جانبية لمصلحة التعاون. لقطة رائعة، الهدف الجميل، عمل فني الكبير جدا من الجناح إلى الظهير، ثم بعد ذلك الكرة العرضية في القائم الثاني عند الفارو ميدران، والاستغلال بثاني من جانب نجم ريال مدريد السابق، وهدف التعادل في هذه المباراة. الكرة تعود لسيمان هزازي ثم كادش، طويلة باتجاه سميحان النابت، يحاول يمر أمام تغطية وتدخل، الرمية جانبية لتعاون، رودي غارسيا يحتج على قرار الحكم في هذه الأثناء بين شد وجذب في اللقطة الماضية، شد من القميص محام في الكرة الأخيرة، الشيء اللي كان يطالب فيه غارسيا بخطأ لمصلحة فريقه. على كل حال اللعب يستمر في هذه الأثناء بكرة لمصلحة التعاون أمامية صعبة على كاكو وقريبة إلى نواف العقيدي،
الى نواف العقيدي. ليالي صعبة من هذا النوع، مباريات معقدة من هذا النوع، كريستيانو هو الحل. ثم ايضا عند رودي غارسيا خيار اخر يتمثل بتاليسكا، لمسة في وسط الميدان اقرب الى نالدو، نالدو الى الفارو ميديران، تدرج كروي رائع من جانب عناصر التعاون، التحول السريع للهجوم، تاوبا داخل منطقة الجزاء، تاوبا يحاول التبويب، مادو في التغطية، وبعد ذلك تحولت الكرة الى ركنية. في بعض الاوقات يظهر لك الخلل في دفاع النصر، الامر اللي يحاول ان يستغله فريق شاموسكا في هذه المباراة، البطء بعض الشيء، تحركات قلوب الدفاع اللي تترك مساحات كبيرة في هذه المباراة. رونالدو العائد الوراء لدفاع المرمى فريقه، كاكو للبحث عن قلب النتيجة، التعاون في الهجوم، الركنية للولفز، الفرصة من جانب كاكو نحو القائم الأول، تبعد من جانب الدفاع، وبعد ذلك سلطان غنام، سعاد المارو، ميديران، أشرف، ميديران، كرات بين عناصر التعاون، مهداوي تحت ضغط يكسب خطأ لمساعدي التعاون، لاعب على مستوى كبير جدا في هذه المباراة بالنسبة للتعاون. الخطأ لواحد من أهم اللاعبين في هذا الموسم على مستوى دوري روشن السعودي، بإمكانيات هائلة للنجم الهولندي، بمستوى فني عالي، بتنظيم لو بالقدرة على تنظيم خط الوسط، وبالقدرة على توزيع الكرات، والقدرة على بناء الهجمات بشكل سلس وبتمريرات متقنة بالنسبة لأشرف مهداوي. يكسب الخطأ، سكر القصيم في هذه الأثناء، اللقب المعروف تاريخيا للتعاون، لكن الآن الذئاب بالشعار الجديد وشكل الفريق الجديد الولفز من أجل البحث عن هدف ثاني. كاكو بكرة يبعدها الدفاع، يستعيدها مرة أخرى هزازي، سليمان في جهة اليسار، هزازي يبحث عن كرة عرضية لكنها بعيدة عن الكل، تحولت في الأخير إلى ضربة مرمى. لا أظن أن رودي غارسيا سينتظر كثير من الوقت، ربما سيفكر بأوراق هجومية في الدقائق القادمة، تحصيل خط الوسط، كرة بالخطأ يستعيدها بعد ذلك سميحة نابت، سليمان هزازي، حسن كادش، ميديران، ميديوي، تمريرات بين عناصر فريق الشاموسكا، تعاون مرة أخرى، سليمان هزازي، الهدف رفع الحالة المعنوية للتعاون، يلعبون بثقة كبيرة حلوة من جانب المارو ميديران، تغيير اتجاه اللعب أقصى جهة اليمنى، لكن الكنترول كان خاطئ صعبة على محمد الغامدي، وضاعت من محمد الغامدي صانع الهدف الوحيد لفريقه في هذه المباراة. الغامدي بكرة تصل إلى أشرف، مهداوي بعودة للوراء، يطالب رونالدو الزملاء بالتقدم بالضغط أكثر، الكرة إلى سميحان النابت، يلعب التعاون بذكاء كبير جدا في هذه الدقائق، القدرة على السيطرة في وسط الميدان، كرة تصل إلى كاكو، لمسة على جهة اليمين الغامدي، نالدو، ميديران تحت ضغط من الحسن، الكرات والقدرة على بناء الهجمات بشكل سلس وبتمريرات متقنة بالنسبة لأشرف مهداوي. يكسب الخطأ، سكر القصيم في هذه الأثناء، اللقب المعروف تاريخيا للتعاون، لكن الآن الذئاب بالشعار الجديد وشكل الفريق الجديد الولفز من أجل البحث عن هدف ثاني. كاكو بكرة يبعدها دفاع، يستعيدها مرة أخرى هزازي، سليمان في جهة اليسار، هزاز يبحث عن كرة عرضية لكنها بعيدة عن الكل، تحولت في الأخير إلى ضربة مرمى. لا أظن أن رودي غارسيا سينتظر كثير من الوقت، ربما سيفكر بأوراق هجومية في الدقائق القادمة، تحصيل خط الوسط، كرة بالخطأ يستعيدها بعد ذلك سميحة نابت، سليمان هزازي،
حسن كادش، ميديران، ميديوي، تمريرات بين عناصر فريق شاموسكا. تعاون مرة أخرى، سليمان هزازي، الهدف رفع الحالة المعنوية للتعاون، يلعبون بثقة كبيرة حلوة من جانب المارو ميديران. تغيير اتجاه اللعب أقصى اليمنى، لكن الكنترول كان خاطئ صعبة على محمد الغامدي، وضاعت من محمد الغامدي صانع الهدف الوحيد لفريقه في هذه المباراة. الغامدي بكرة تصل إلى أشرف بهديوي، بعودة للوراء يطالب رونالدو زملاء بالتقدم بالضغط أكثر. الكرة إلى سميحان النابت، يلعب التعاون بذكاء كبير جدا في هذه الدقائق، القدرة على السيطرة في وسط الميدان. كرة تصل إلى كاكو، لمسة على جهة اليمين غامدي، نالدو، ميديران تحت ضغط من الحسن، ميديران يحافظ على كرته، يكسب خطأ، يكسب خطأ أمام علي الحسن. شوفه مرة أخرى، ذكي هذا ميديران، استلام الكرة تحت ضغط، القدرة على بناء الهجمة بشكل جيد بصراحة من الفارو ميديران. ثم تنتظر التغييرات القادمة في هذه المباراة في دقائقها القادمة. لمسة على جهة اليسار صعبة من جانب سميحان، صعبة على هزازي، صعبة على سليمان هزازي. رودي غارسيا، متابعة، الكرة لعبد الله العمري، لويس جوسافو، لمسة لكنها ضاعت، تعود مرة أخرى. شوفها مهديوي، شوفها مهديوي، الفارو ميديران، لمسة على جهة اليسار خطيرة لمصلحة التعاون في الناحية اليسرى عن طريق سميحان النابت. واحد على واحد يبحث عن التمرير، كرة فيها تغطية من جانب الدفاع، وخطأ يحتسب حكم المباراة على سميحان ولمصلحة سلطان غنام. حسن حظه ما حصل على إنذار في اللقطة الماضية بالنسبة لسميحان النابت، بدون أن نشاهد إنذارات في الدقائق الماضية من أحداث هذه المباراة. الكرة من سلطان غنام إلى أيمن يحيى، يحاول اختراق الدفاع، أيمن بكرة، أي كلام، سهلة لحارس المرمى. أظن سيكون أول المستبدلين في هذه المباراة من جانب النصر بيتي مارتينيز، مكانه سيكون محل أيمن يحيى إذا استمرت الأمور على هذه الوضعية، على هذه النتيجة. الجمهور يردد باسم واحد فقط، تاليسكا، تاليسكا، تاليسكا. جمهور نصراوي يطالب رودي غارسيا بورقة تاليسكا في الدقائق القادمة لإنقاذ هذه المباراة وإنقاذ النصر من التعثر أمام خصم. دقيقة بعد أخرى يثبت قوته وشخصيته في أحداث هذه المباراة. الكرة لمهديوي، لمسة لميديران، الفارو لكادش، نالدو بعودة للوراء، طويلة الكرة إلى الغامدي بتمريرات بوتقنا. تغيير اتجاه اللعب أقصى اليسار إلى سميحان النابت، تدخل في هذه اللقطة، تعود الكرة لمصاتي، غريب، خاطئة الكرة، سعادة بعد ذلك مهديوي، لمسة بينية خطيرة لكنها طالت على سميحان النابت. واحد من نجوم هذه المباراة بصراحة، بالذات في شوطها الثاني، لاعب خط الوسط التعاون أشرف مهديوي، لكن هذا سامي النجعي بكرة أمامية تصل إلى كريستيانو رونالدو على جهة اليسار، صاروخ مدير يحاول يمر، رونالدو يحاول يمر، رونالدو يبحث عن التمرير، تأخر بعد ذلك المساندة من كونان إلى غريب إلى كريستيانو، رونالدو بعودة للوراء، عودة بعد ذلك في جهة اليسار إلى كونان. النصر يهاجم بأكبر عدد من اللاعبين، الجماهير تتحمس في هذه الأثناء في ملعب مرسول بارك، وتراجع للتعاون للمحافظة على النتيجة. كونان بكرة عرضية نحو القائم الثاني خطيرة، وبعد ذلك إبعاد من الدفاع في اللحظة الأخيرة من جانب سليمان هزازي، وفي الأخير تحولت الكرة إلى رمية جانبية وإصابة لأحد اللاعبين. سلام الشباب، سليمان هزازي، احتكاك كان مع أيمن يحيى اللي سيترك مكانه لبيتي مارتينيز. أظن التغيير الأول في هذه المباراة، أظن التغيير الأول في أحداث هذه المباراة. سليمان هزازي طبعا، أيضا نشوف صريح علي الحسن، أيمن يحيى يتركون أماكنهم على ما أظن. الكرة طويلة أمامية، محاولة رأسية لكن الدفاع تدخل، إبعاد على مرتين، تصل الكرة إلى نالدو، نالدو
الناصر يحاول لكنها طالت منه ضاعت من سعد الناصر وبعد ذلك التغطية وتدخل وعودة على جهة اليمين يطالب النصر بركلة جزاء في الكرة الأخيرة كاكو وعودة لمصعة ميدران تبقى الكرة في وسط ميدان لأشرف مهداوي مهداوي هزازي على اليسار جمهور نصراوي كان يطالب الحكم بركلة جزاء يطالب الحكم بالعودة إلى الفيديو عودة إلى الفار لكن المباراة تستمر الناصر يحافظ على كرته إلى ميدران تغيير اتجاه اللاعب رايك هذا ميدران على جهة اليمين إلى محمد الغامدي البحث عن كرة عرضية بذات الشكل لكنها هذه المرة طويلة وبعيدة وانتهت خطورته إلى ضربة مرمى تغييرات راح تتم في هذه الأثناء شوفها مرة أخرى اللقطة اللي كانت بين سعد الناصر وعبد الرحمن غريب داخل منطقة الجزاء الحكم كان قريب جدا من اللقطة وزاوية الرؤية واضحة تماما للحكم اللي اتخذ قراره باستمرارية اللعب في هذه المباراة بدون احتساب ركلة جزاء سامي النجعي من ترك مكانه سامي النجعي يترك مكانه لبيتي مارتينيز مساعدة في غرفة الفيديو لتأكد من ما إذا كان فيها ركلة جزائية أم لا سننتظر قرار حكم المباراة في هذه اللحظات الحديث مع مساعدة في غرفة الفيديو عبد الله الشهري بيتي مارتينيز والبقية يطالب الحكم بركلة جزائية حكم اللقاء لا زال يتكلم مع مساعدين في غرفة الفيديو وبعد العودة يعطي استمرارية لعب في هذه الأثناء بدون احتساب ركلة جزائية على حسن كادش الكرة تصل عند حسن كادش لمسة في وسط الميدان المهديوي ثمة ارتباك في دفاع التعاون مع ضغط نصراوي متزايد في مناطق التعاون في هذه الدقائق كرة أمامية وبعد ذلك تغطية إلى رمية جانبية دقائق صعبة في هذه المباراة رمية جانبية للتعاون شوفها مرة أخرى تزيد لصدمة في حسن كادش والمطالبة كانت بوجود ركلة جزائية لم تكبر جسم اللاعب اليد ولم يحركها في اللقطة الماضية في الكرة الأخيرة بالتالي حكم المباراة بعد العودة إلى الفيديو من مع مساعدي تأكد أنه لا يوجد ركلة جزائية بالتالي استمر اللعب في اللقطة الماضية الكرة تصل على الجهة اليسار محاولة بناء هجمة لمصعة يلمارو ميدران مر يكسب خطأ على أيمن يحيى لقطة سابقة تكلم أنه كان محظوظ النابت بأنه لم يحصل على إنذار هذه لقطة أيضا محظوظ في أيمن يحيى أنه لم يحصل على إنذار حكم اللقاء يفضل عدم إخراج البطاقات في هذه المباراة بدون أي بطاقة صفراء حتى الآن في مباراة في بعض أوقاتها متوترة مشتعلة نالدو في بناء هجمة للتعاون لمسة إلى كاكو جهة اليمين محاولة لمصعدة الولفز الفرصة من جانب الناصر بعودة للوراء الغام
الحمدي لا زال جمهور النصر بصوت واحد ينادي لتاليسكا. اللمسة والتمريرة لسميحان النابت، العودة بعد ذلك النابت، سميحان في وسط الميدان. عمل كبير جدا لفريق شاموسكا هذا الموسم، ليست صدفة ما تشاهد من أداء للتعاون. كرة بالخطة تصل إلى كريستيانو ولمسة بينية، سرع فيها رونالدو ضاعت اللقطة الأخيرة، سرع فيها كريستيانو، كان بالإمكان أفضل مما كان أمام مساحة كبيرة وانتظار من جانب غريب في اللقطة الماضية. الكرة لمهداوي، أشرف على جهة اليسار، الكرة اللي بعد ذلك لميدران الفارو، مهداوي يحافظ على كرة مهداوي، لمسة بالكعب حلوة باتجاه تاومبا على حدود منطقة الجزاء، تاومبا مر والكرة وفرصة. الدبابة تاومبا يسجل الثاني للتعاون، يا إلهي هدف للولفز. هل كان في شك بوجود تسلل في اللقطة الماضية على تاومبا؟ هل كان في تسلل على تاومبا في لقطة الهدف؟ شوفها مرة أخرى، مهداوي يا جماعة مهداوي، بدل إنه في شك على تاومبا، بدل إنه في شك على تاومبا، عدوا مر وسجل بعد ذلك في هذه اللقطة اللي ربما حكم المباراة يذهب إلى اللقطة أكثر من مرة ويتأكد ما إذا كان فيها تسلل على تاومبا أم لا. هدف من جانب لياندرو تاومبا، دبابة التعاون ومهاجمة وهدافة من سنوات والمتعلق معه، يسجل في مرمى النصر هدفا ثانيا، هدفا جعل شاموسكا يرقص فرحا لكن مهلا، لنتأكد ما إذا كان المهاجم لياندرو تاومبا متسلل في لقطة الهدف أم لا. الحكم ينتظر ويترقب، يمكن أن يشاهد اللقطة أيضا بنفسه، يمكن أن يذهب في وقت أسرع للتأكد من اللقطة من خلال الفيديو ما إذا كان في تسلل أم لا. في شك بصراحة على تاومبا، لكن مش متأكدين إذا كان متسلل أم لا. الهدف انتظار لم يؤكد بعد غارسيا، بعض الخوف والقلق، والتاومبا بعض الأمل، والجماهير تترقب هل يتأكد الجميع من هدف التعاون الثاني أم يشير الحكم إلى إلغاء واحتساب تسلل على لياندرو. اللقطة الأخيرة، الحكم بعد العودة للفار، نعم كما توقعنا وجود تاومبا في مكان التسلل، وبالتالي يلغى الهدف على التعاون. وكما لو كان النصر سجل هدف في هذه اللحظات بعد أن أدرك أنها مباراة صعبة وبعد أن عادت إلى التعادل. الأجواء أصبحت مشتعلة أكثر، الليلة ثلاث نقاط ثمينة للغاية. الكرة على جهة اليسار من جانب هزازي، ضغط عالي من أيمن يحيى، حلوة على اليمين، الغنام بكرة عرضية يمين، ليست رياحا سهلة بعد ذلك، خطيرة الكرة وفرصة لكنها بعد ذلك إلى ركنية من لا شيء رونالدو، كسب الكرة وكسب ركنية وكاد أن يكسب حتى ركلة جزائية. شوفها مرة أخرى، الكرة اللي كانت في المتناول عن حارس المرمى وبعد ذلك إلى ركنية نصراوية. تسلل موجود في هذه اللقطة على لياندرو، تسلل موجود على تاومبا. حكم اللقاء يوقف اللعب في هذه الأثناء، 70 دقيقة في أحداث هذه المباراة، تعادل يخيب على أجواء هدف مقابل هدف. اللي يشوفه في المدرجات ساعد على تحريك أندرسون تاليسكا الذي يسعد ليأخذ مكانه في تشكيلة النصر في هذه المباراة. ألف سلامة لسليمان هزازي، بالسلامة إن شاء الله للمدافع الأيسر في قائمة التعاون. أيمن يحيى يترك مكانه لتاليسكا، ماشاري بوف هو الآخر يأخذ مكانه في تشكيلة النصر، يرمي رودي غارسيا بكل الأوراق، لا يمكن أن يمر التعاون هكذا، أن نترك بدون
النتيجة بعدما حدث في مباراة الذهاب. النصر يريد ثلاث نقاط ثمينة والمحافظة على الصدارة بالسلامة إن شاء الله لسليمان هزازي. أما بالنسبة للتعاون فإن العمل لازال كبيرا للغاية، وأمل هذا الفريق بالخروج من هنا بتعادل على أقل تقدير أمام واحد من المرشحين الكبار للفوز بلقب هذا الموسم. الكرة الأخيرة اللي كانت لحارس المرمى مايلسون محمد الغامدي، ومايلسون سوء تفاهم، كرة ضعيفة هذه اللقطة اللي كانت لسليمان حساسي مع أيمن يحيى. دخلت أريسكا ومع دخولها يبحث عن هدف ثاني في هذه القمة، كرة عرضية لكنها تبعد بجانب دفاع، لا زالت خطيرة على مرتين وتاريسكا، لكن التسديدة ضاعت. كوسامو تسديدة أخرى في الدفاع، مرة أخرى خطيرة، مرة أخرى قوية، مرة أخرى فرصة، مرة أخرى إثارة. أي دقائق في هذه الأمسية في ملعب مرسول البارك. الكرة اللي بصعت التاومبا والتمرير أمامية النصر والمرتدة التعاونية على اليمين. النصر مر لكن التغطية أسرع، وبعد ذلك إلى رمية جانبية. هل تبقى بهذا التعادل أم ينجح النصر في الحصول على ثلاثة نقاط ثمينة جدا هذا الموسم، أم ينجح التعاون على قلب النتيجة؟ كل شيء يظل وارد في هذه الأمسية. الكرة فيها خطأ لمصاعتي تعاون ومحمد الغامدي، خطأ على مشاري بوف، خطأ على مشاري بوف. مشاري بوف صفر في هذا الموسم حتى الآن، صفر مساهمة تهديفية، صفر تأثير بصراحة في هذه المباراة تقريبا بالنسبة لمشاري بوف مقارنة بمشاري بوف في الموسم الماضي اللي كان عنده بعض المباريات الجيدة والمستويات الكبيرة بالنسبة للجناح الأيسر في قائمة رودي غارسيا. الفرصة تعاونية عرضية داخل منطقة لكن الدفاع تدخل. صليهم يحاول وصول كرة بالفعل، يصل مهديوي في التغطية في الافتكاك بروعة، وبعد ذلك رمية جانبية لمصعتي النصر. شوف أشرف مهديوي لاعب خط الوسط اللي يقدم مستوى كبير جدا في هذه المباراة. العمري بعودة للوراء، العقيدي بكرة لمصعتي كونان مشاري بوف بناء هجمة نصراوية. كونان تاليسكا، مجموعة من التمريرات، تغيير اتجاه اللعب. العالمي في الهجوم في هذه الأثناء سلطان الغنام ينتظر مساندة، ونبيتي مارتينيز بكرة نحو صليهم، لمسة بينية، قراءة جيدة، استبسال وأداء جيد من عناصر التعاون. تغيير اتجاه اللعب طويلة للبحث عن تاومبا القوي جدا بدنيا. تاومبا أمام عبد الإله العمري يبحث عن المرور، تعثر لكن يقاتل يحافظ على كرته لوحده لكن على أشرف. أدى تاومبا وفرصة لمصعة التعاون. أي كرة يا إلهي، مش ممكن يا مهديوي، مش ممكن يا مهديوي. لقطة في منتهى الروعة لمصاعة التعاون. أي كرة كانت من تاومبا على وهو واقف، كان خطير جدا على الأرض أمام مدافعين، كان خطير جدا أشرف مهديوي، لكن الكرة مرت بمحاناة القائم، لمست في عبد الإله العمري وتحولت بعد ذلك إلى ركنية. كاكو على تنفيذ ركنية لمصاعة الولفز. التعاون في هذه اللقطة على طريق كاكو يلعب الكرة العرضية الخطيرة بالرأس لكنها بعيدة، وبعد ذلك تحولت إلى ضربة مرمى. تغيير طبعا تم في قائمة شاموسكا، زياد الصحفي دخل في قائمة تعاون. كرة تصل على حساب المصاب سليمان حزازي، كرة إلى كريستيانو رونالدو يبحث عن الحلول بكرة خلفية تصل بعد ذلك إلى عبد المجيد. صراهم تسديدة قوية لكنها في يد الحارس. حلوة اللقطة الأخيرة من جانب عبد المجيد صراهم ولكنها في يد الحارس. أيضا المخضرم البرازيلي المتألق مايلسون. كاكو نابت، كاكو الفارو مهديوي، تعود الكرة لزياد صحفي إلى حارس مرماه مايلسون، طويلة الكرة أمامية.
سهلة عند جسران كونان. كونان ثم بعد ذلك نواف العقيدي. أقل من ربع ساعة على نهاية المباراة. نتيجة متعادلة هدف مقابل هدف في مباراة صعبة للغاية. لمسة تصل بعد ذلك إلى تاليسكا، بينها إلى كريستيانو رونالدو على جهة اليسار، تحرك بجانب تاليسكا، رونالدو مر وكرة يا إلهي. أي فرصة يا كريستيانو يا رونالدو، لقطة الهدف بروعة كبيرة كبيرة كبيرة. أجمل كان في اللقطة أيضا مايلسون، ردة فعل رهيبة من جانب مايلسون. التمريرة كانت من تاليسكا، وين رونالدو؟ وين رونالدو؟ لقد راح أدراج الرياح. التسديدة في منتهى الروعة، ولكن التألق أكبر من حارس المرمى. النصر عاد يضغط بقوة من جديد. عبد المجيد الصليهم، محاولة يسارية إلى كونان، عرضية يبعدها الدفاع، ولكنها بالخطأ. مشاريبوف تمويه، يحاول يمر، ضاعت، لا زالت ضاعت من مشاريبوف، ضيعها على نفسه، كان بالإمكان استغلالها بشكل أفضل. أوه أي توتر يا جماعة في المدرجات، أي توتر عند اللاعبين. ايضا مباراة صعبة للغاية. مشاريبوف يحاول تمريرة لبصعه كوسا متسددة وكرة، ومادو سجل، لكن رونالدو متسلل. مادو سجل لكن رونالدو متسلل في اللقطة. رونالدو كان في مكان التسلل. يشوفها مرة اخرى تسديدة لويس. اعطينا اللقطة لتأكد ما اذا كان في تسلل على كريستيانو رونالدو ام لا. نعم والله في مدافع في الصورة، مش عارف، لقطة مثيرة للجدل، يمكن يتأكد منها حكم المباراة، يتأكد منها حكم المباراة ما إذا كان فيه تسلل أم لا، ما إذا كان فيه تسلل أم لا. اللقطة والحكم والانتظار. رونالدو يطالب الحكم بالهدف، رونالدو والجماهير. اللقطة، هل هو هدف؟ هل هدف لمادو؟ طبعا في اللقطة مثيرة شوية للجدل، لأنه في بادئ الأمر بذلك أنه رونالدو متسلل، لكن بعد أن شوف الإعادة لا، فيها شك أنه في مدافع هناك في التعاون في على الصورة. بالتالي مادو سجل هدفا نصراويا، هدفا هل يحتسب؟ هل يتأكد الجميع من هذه اللقطة؟ رونالدو لا تقلق يا مادو، لقد سجلت هدفا سيحتسب حكم المباراة. لسان حال صاروخ ماديرا لعبد الله مادو في اللقطة الماضية. نشوف الكثير من الوقت للتأكد من من قرار الحكم، القرار باحتساب الهدف أم بإلغاء، باحتساب ما يتوقع كريستيانو في هذه الأثناء. لم يتخذ القرار بعد. شوفها مرة أخرى، شوفها مرة أخرى، تزيدت. مش عارف ما إذا كان حكم المباراة راح يحتسب الهدف أم لا. لقطة شوية صعبة، وبالتالي سننتظر بعض الوقت للتأكد من هذه الكرة، ما إذا كان هدفا نصراويا ثانيا. أي خوف وقلق وحيرة عند المشجعين، أي أعصاب وانتظار في هذه الدقائق. هدف للتعاون تم إلغاء بداعة التسلل على تاون باب. هدف للنصر تم إلغاء بداعة التسلل، لكن انتظروا، رونالدو يؤكد الجميع أنه هدف صحيحا سيتم احتسابه، وأنه ينتظر الفرحة فقط. لكن حكم اللقاء أخذ وقتا أكثر من اللازم، كان يمكن أن يذهب لمتابعة اللقطة بنفسه والتأكد ما إذا كان هدفا شرعيا صحيحا أم لا. وصلنا إلى 80 دقيقة لعب في أحداث هذا اللقاء، ولا زلنا انتظار لهذه اللقطة. ماذا بعد كل هذا؟ ماذا بعد كل هذا؟ مادو ينتظر، والجماهير تنتظر، والتعاون أيضا ينتظر. الفريقين أمام قرار حكم المباراة اللي أخذ وقت طويل جدا في إيصال بلوي في هذه الأثناء، مع عبد الله الشهري، مشاورات، حديث بين هذا الثنائي، وبعد ذلك حكم اللقاء بعد العودة أو قرر العودة بنفسه لمتابعة اللقطة. الحكم المساعد من حكم المباراة انه تعال انت تشوفها بنفسك، تأكد من اللقطة. انذار بطاقة صفراء.
هزات المشاورات بين حكم اللقاء ومساعده في غرفه الفيديو. اخيرا تم اتخاذ قرار حكم المباراه بعد العوده للفيديو. بعد العوده للفيديو حكم اللقاء يشير الى هدف نصراوي. نعم هدف نصراوي كما كان يتوقع كريستيانو رونالدو. ماذا سجل هدفا غاليا ثمينا في هذه الامسيه بعد ان اخذنا مباراه ثانيه للتعفف من هذا القرار. هدف نصراوي الثاني بعد العوده الى الفيديو يؤكد عليه كريستيانو في اكثر من مره انه الهدف شرعي وانه الهدف سليم وان ماضو سجل هدف التعديل في هذه المباراه. النصر يسجل هدفا ثانيا. احتجنا لبعض الدقائق للتاكد منه. هدف نصراوي في ملعب مرسو البارك يجعل الاجواء مشتعله اكثر سيداتي وسادتي. بعد ان كان الجميع يتوقع هدف في اي لحظه سواء للنصر او للتعاون عطفا على الاثاره اللي كنا نشاهدها في الدقائق الماضيه من هذه المباراه. كره تصل لجهه اليسار 2-1 لمصلحه النصر. لمسه اماميه في تغطيه جانبي بيتي مارتينيز. لا زالت عند المارو. ميدران يحاول يمر لكن امام تغطيه وتدخل وخطا يحتسب حكم المباراه. كم مره حصل على خطا في مباراه الليله المارو ميدران؟ كم مره تسبب في خطا لمصلحة فريقه في هذه الأمسية؟ الخطأ للتعاون والمتبقي 8 دقائق على الأقل سيلحق 8 دقائق أخرى للتوقفات الكثيرة في أحداث الشوط الثاني من هذه المباراة. شاموسكا يجري التغييرات. الجميع ينتظر. دقائق ملتهبة صعبة كبيرة في هذه المباراة. النصر يسعى لتأمين النتيجة. كرة طويلة والتعاون يبحث عن تعديلها عن التعادل عن تعديل النتيجة والوصول للتعادل في هذه الأمسية. الفارو ميديران طويلة الكرة أمامية محاولة باتجاه نالدو. تسلل في هذه اللقطة على حسن كادش. تسلل على حسن كادش. لا جامي سيأخذ مكان سلطان الغنام. لا جامي في تشكيلة رودي غارسيا. ظهير بآخر. نزعة دفاعية أكثر لعلي لا جامي لتأمين الجهة اليمنى للنصر اللي موجود فيها الجناح الأيسر سبيحان النابت. تغيير يتم في هذه الأثناء وانتظار طبعا أيضا دقائق قادمة في هذه الأمسية. شوف مرة أخرى التسلل موجود على حسن كادش. التسلل اللي كان موجود على حسن كادش. كرة تصل في وسط الميدان. كاكو تمريرة بينية لكن الدفاع خلص أقرب إلى لويس جوسابو. مباراة صعبة جدا في هذه الأمسية. الكرة الطويلة من جانب العقيدي إلى كريستيانو رونالدو. تحضير إلى تاليسكا. صحفي تدخل زياد بعودة إلى مهدوي. أشرف بلمسة لمصعد سبيحان نابت بعيد الكرة عن الكل وسهلة لحارس المرمى مايلسون. فوز يعني صدارة نصراوية بعد 17 جولة في دوري روشن السعودي ومنافسة كبيرة جدا في قمة الترتيب. طويلة الكرة لمصعد سبيحان نابت أمام تغطية. الدفاع على مرتين. بيتي مارتينيز إلى عبد الإله. العبري لبيتي مارتينيز. لمسة لعبد المجيد. واسف للويس جوسابو. مرة في المساحة ويبحث عن التمريرة المرتدة السريعة الانطلاقة الهجوم. كريستيانو حولها لماشا ريبوف. ماشا عرضية خطيرة لكنها أقرب للدفاع. كان يريد أن يمر الكرة لكريستيانو أن يصل بالكرة لرأس رونالدو. اللمسة على جهة اليسار إلى كادش وتغطية وتدخل. شاموسكا بالسرعة يعيد الكرة للاعبين. يظهر لك الشخصية القوية لهؤلاء اللاعبين لهذا الفريق. تاليسكا خطفها. تاليسكا مر باليسرى قوية لكنها في يد حارس المرمى. خطيرة اللقطة الماضية. لا يمكن أن يكون دوره في الظل. تاليسكا حتى لو لم يكن جاهزا لخوض هذه القمة دائما ما كان عنده حضور الطاغي في كل مباراة بالنسبة لأندرسون. محاولة للتعاون. عودة للهجوم على جهة اليمين. تغيير اتجاه اللعب. تعاون على مستوى الهجوم لكن التغطية من جانب ماشاريبوف. لويس جوسافو
فرنسا باتجاه تاومبا، لكن التغطية حكم اللقاء لا يشير إلى شيء. لاعب استمر في هذه الرمية، ثم كرة إلى خارج الملعب، رمية جانبية. تاومبا على ما يرام، الحكم سيستعرف اللعب، لكن قبل ذلك في تغيير قادم في تشكيلة شاموسكي. الناصر راح يترك مكانه بعد أن أدى أداء جيد في مباراة الليلة. حسن عمري العمري هو الخيار القادم في تشكيلة شاموسكي. الكرة تبعد بعد ذلك في وسط الميدان إلى مهديوي، لمسة لكن تغطية وتدخل، حكم اللقاء يشير إلى خطأ لأشرف مهديوي نجم خط الوسط. الكرة تبقى لمصاتي تعاون، عودة لألفارو ميدران، كادش تحول على جهة اليسار، العمري في اليسار، حسن ثم نابت غير مكانه تقريبا مهاجم ثاني بجانب تاومبا. تغييرات شاموسكا للحاق بهذه المباراة، كرة فيها تغطية من جانب البارو بدون تركيز، نصراوية لكادش، خطأ يحتسب الحكم. مباراة كبيرة كبيرة يا جماعة، كبيرة جدا 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 لأشرف مهديوي رقم 18، معلم في وسط الملعب، معلم هذا أشرف مهديوي صراحة في تشكيلة التعاون. كرة على جهة اليمين لسمحان، يبحث عن المرور لكن الكرة طارت عليه، وبعد ذلك تحولت إلى ضربة مرمى في الأخير، ضربة مرمى للحارس نواف العقيدي. شوف المرور الجميل بجانب مهديوي، الخطأ اللي كان على كريستيانو. دقيقتين وأقل على نهاية الوقت العصري في الشوط الثاني من هذه المباراة. أظن حكم المباراة سيضيف، مش عارف، 6 إلى 8 دقائق وقت بدل ضايع في شوط المباراة الثاني بعد التوقف لفترة بسبب بعض الحالات سواء التحكيمية أو الإصابات اللي حدثت. كاكو بلمسة على جهة اليمين، سمحان نابت، كرة مثلث جميل على جهة اليمين، تبقى لمصلحة تعاون، خاطئة من الدفاع وفرصة للنابت. مش ممكن لقطة ولا أروع، في منتهى الخطورة لكنها ضاعت من سمحان النابت. يا إلهي، شوف مين هذا؟ قيسر كونان ارتكب خطأ فادحا صراحة. أنه نواف العقيدي كان ذكي في خروجه، ذكي جدا في خروجه في هذا التوقيت، لأن أربك أو شتت التركيز سمحان، حط الكورة بروعة لكنها مرت بمحاذاة القائم. ربما لو انتظر بعض الشيء كان 3 لاعبين من التعاون تقريبا على حارس المرمى في اللقطة الماضية يا شاموسكا. على كل حال فرصة في منتهى الخطورة ضاعت على التعاون، وبالتالي الكرة لمصاتي الحارس نواف العقيدي. نواف العقيدي طويلة أمامية بدون تركيز، تصل على جهة اليمين سمحان، تغطية وتدخل، بعد ذلك تحولت إلى رمية جانبية للتعاون. قلت من 6 إلى 8 دقائق لكن الحكم أضاف 9 دقائق في كوقت بدل ضايع في شوط المباراة الثاني. كرة تصل لمصاتي تاومبا، لياندرو تحت ضغط أكثر من لاعب يستعيدها بعد ذلك بروعة كبيرة، هذا لويس جوستافو. وبعد ذلك فيها خطأ لمصاتي النصر، نعم لبيت، خطأ لمارتينيز. مباراة لم تكون سهلة في أي دقيقة من دقائقها، دائما ما كان التعاون ندا قوية للنصر، المرشح دائما للفوز في هذه المباراة بصراحة، ولكن نشوف أنه التعاون ظهر بشكل قوي في مباراة الليلة وصعب المهمة على النصر في هذا اللقاء. الدقائق الأخيرة من أحداث هذه الأمسية ماذا ستحمل معها؟ جمهور النصراوي يحفز لاعبيه دائما ويطالبهم بالمزيد من القتالية والروح العالية والمحافظة على النتيجة.
أجواء كبيرة جدا في مدرجات النصر. جماهير العالمي تواصل دعمها للاعبيها في هذه المباراة. نالدو يحاول بكرة لألفارو ميديران. شوط ثاني ممتع بصراحة من جانب الفريقين. الكرة تبقى لمصعدتي العبري الآن يحاول كادش أو العمري. كرة تبقى لألفارو ميديران. مهدوي نالدو. كرات بين عناصر التعاون. الفارو يحاول المرور. عدى أمام بيتي مارتينيز. يكسب خطأ لمصلحة التعاون. الفارو ميديران معلم صراحة. عنده ما شاء الله عين حلوة. هذا اللي اختار المحترفين الأجانب في فريق التعاون. سواء مهديوي أو كاكو أو ميديران. لاعبين بإمكانيات فنية هائلة وعالية جدا. وتقنيات عالية جدا. مستويات كبيرة من حيث القدرة على صناعة الفرص والأدوار الدفاعية والسيطرة على مجريات اللعب في خط الوسط بالذات. هذا الثلاثي المتألق بصراحة. ميديران وأشرف مهديوي وكذلك كاكو. طويل الكرة أمامية. محاولة تعاونية على جهة اليمين. لكن أيضا التغطية من جانب كونان. لا زالت في اللعبة. كعب بدون تركيز. جيسلان. كريستيانو العادل وراء للنصر من أجل بناء هجمة. رونالدو. عبد المجيد. لويس جوسافو. بيتي مارتينيز. محاولة مرور. تغطية وتدخل. اللعب يستمر بكرة لمصعد العمري مرة أخرى. بيني لي تومبا. تحرك من جانب كاكو في الجهة اليمنى لمصعد التعاون. لي أيضا سميح النابت. كاكو. أشرف مهديوي. لمسة تعاونية. ألفارو ميديران حلوة باتجاه كاكو على جهة اليسار. حلوة 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 للتعاون. وعرضية داخل منطقة خطيرة لكن الدفاع يتدخل. أي فريق يا جماعة. مباراة كبيرة بغض النظر عن نتيجة للولفز. النصر يقاتل للمحافظة على مكسب ثمين في مباراة معقدة جدا 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 وصعبة جدا في هذه الليلة على ملعب مرسول بارك. الفرصة متاحة لمصعد ألفارو ميديران بكرة نحو القائم الثاني. خطيرة تعاونية. الكنترول والبحث عن العرضية داخل منطقة يسارية قوية اصطدمت في بشري بوف. لا زالت في اللعبة. كاكو مرة أخرى عرضية. الدفاع تدخل. الاندفاع يتواصل. الهجوم يستمر. التعاون يقاتل. النصر يدافع. التسديدة قوية لكنها مرت. خطيرة جدا. وبعد ذلك تحولت إلى ضربة مرمى. لقطة كانت لمصعد التعاون. كورة أخرى وتسديدة أخرى لكن هذه المرة جاءت بعيدة إلى ضربة مرمى. نفس كرة كادش تقريبا. نفس لقطة كادش اللي لم يتم احتساب من خلالها ركلة جزائية نصراوية تكررت في هذه الكرة. وبالتالي فإن لعبة في قرار الحكم عادية لا توجب احتساب ركلة جزاء. لويس جوستافو. 4 دقائق متبقية على نهاية هذه المباراة. طويل الكرة وتغيير اتجاه اللاعب إلى مشاري بوف. العمري لمشاري بوف. العودة للوراء. عندنا نواف العقيدي حارس المرمى. كرة باتجاه كونان. روعة مر كونان. يبحث عن التمريرة الطويلة عن تاليسكا. نالدو في التغطية ثم بعد ذلك إلى كريستيانو. محاولة مرور يكسب من خلالها رونالدو. خطأ لمصلحة النصر. خطأ لصاروخي ماديرا. الجمهور العاشق لرونالدو وليس فقط لنصر. جمهور نصراوي كبير قبل رونالدو وبعد رونالدو. لكن الجمهور اللي يعشق كريستيانو يأتي لمساندته أيضا مع فريق الجديد النصر ويصبح مساندا مشجعا جديدا. نشوف بعض المشجعين الأجانب حتى يساندون النصر في هذه المباراة وفي المباريات الماضية منذ وصول كريستيانو. الكرة ثابتة والخطأ نصراوي. الخطأ ينفذ بكرة على جهة اليسار إلى كونان. يبحث عن كرة عرضية انتظار من جانب تاليسكا وكريستيانو. يسرع كونان. كونان كونان عدى كونان. لمسة حلوة باتجاه عبد المجيد داخل منطقة الجزاء وتسديدة لكن الصليهم بعيدة كرته. بعيدة كرته. نهايات صعبة دائما عند الصليهم. أو لا أقول صعبة في كثير من الأحيان النهاية تكون صعبة عنده. يعني يعمل كل شيء واللمسة الأخيرة
تفوت منه لا يكون بتركيز عالي. ضاعت الكرة الأخيرة ساعدها لويس غوسافو. بيتي مارتينيز، مارتينيز يبحث عن التمرير، مارتينيز أمام أكثر باللاعب، مبدأ الأفضلية تبقى الهجمة النصراوية. صليهم عدى مساحة، صليهم مر، صليهم أمام تغطية بروعة من جانب كادش. اللاعب يستمر في هذه الأثناء، الكرة في وسط الميدان، البحث عن التمريرة لكنها بعيدة على العمري، أقرب لمعدو، يعيدها إلى نواف العقيدي. كونان غوسافو نصر يحاول يسير المباراة بالشكل اللي يحب في الدقائق الأخيرة. كونان مر، كونان مر، كونان مر، كونان مر، وتمريرة أمامية لكن التغطية من جانب راندو في اللحظة الأخيرة. عمل كبير من جانب كونان في اللحظة الأخيرة لكن كرته أقرب للدفاع. كم بقي من الوقت سيداتي وسادتي؟ دقيقتين على نهاية هذه المباراة الممتعة بالذات في شوطها الثاني، واللي حتى الآن يتفوق فيها النصر بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد. تغيير اتجاه اللاعب روعة كبيرة على جهة اليسار، مرور جميل من جانب العمري لكن الكرة طالت عليه. بدالي انه فيها خطأ، نعم فيها خطأ، فيها خطأ على مشاريبوف. التغطية والتدخل في اللقطة الماضية وبالتالي خطأ لمصلحة تعاون. نعم الاحتكاك كان موجود والخطأ في هذه الأثناء. الدقيقة الأخيرة معها الفرصة الأخيرة تعاون، إن كتب له شيء في هذه الأمسية ربما مع هذه اللقطة. يقاتل على الفرصة الأخيرة، العقيدي يضبط جدار دفاعي، كل لاعبي تعاون متقدمين إلى الأمام. الحارس مارسون أول المهاجمين، ميديران بكرة عرضية خطيرة وفرصة لكنها مرت من الجميع. ماشاريبوف والمرمى فاضي لكن الكرة ليست لأحد، ضاعت من ماشا. ثواني أخيرة، ثواني أخيرة، أي إثارة في هذه المباراة. الفرصة الأخيرة طويلة والعقيدي وكرة لكن فيها صافرة من جانب حكم المباراة بوجود خطأ. تقريبا هنا ينتهي كل شيء لأنها اللحظة الأخيرة أو الفرصة الأخيرة والثواني الأخيرة في أحداث هذه الأمسية. نعم دفاع النصر كان عنده مشاكل كبيرة جدا في مباراة اليوم، نشوفه يمكن أن تلاحظها في العديد من اللقطات. بطاقة صفراء مجانية لعبد الله العمري، انذار على قلب دفاع مصراوي. خلاص الوقت العصري انتهى، 9 دقائق وقت بدل ضايع انتهت أيضا. صافرة حكم المباراة فيصل بلوي ستنطلق في أي لحظة بعد مباراة ممتعة مثيرة كبيرة بين الفريقين. نعم يطلق الصافرة فيصل بلوي حكم اللقاء لينهي أحداث هذا اللقاء بانتصار نصراوي مسحق على التعاون بهدفين مقابل هدف واحد بعد ليلة كروية ممتعة وفي غاية الروعة في ملعب مرسول بارك. قدم فيها الفريقان مستوى فني رفيع وسجل 3 أهداف وسجل 3 أهداف في هذه الأمسية. ينتهي كل شيء سيداتي وسادتي بهذه الوضعية. يحافظ النصر على صدارة الترتيب، خسارة ليست محبطة لأن الأداء كان كبيرا بصراحة بالنسبة للولفز في هذه المباراة. النتيجة النهائية النصر هدفين، تعاون هدف. الآن عودة للزميل محمد خاتم. تدري أنك تقدر تهدي، تفاجأ وتفرح بعد؟
تجدد اشتراكك وتستمتع بوقت